احنا عندنا هنا ثلاث انواع من الاستراتيجيز. النوع الاولاني الجروث، والنوع الثاني الاستابيليتي، والنوع الثالث الريترنشمنت. الثلاثه دول بيتسموا ايه يا جماعه؟ بيتسموا دايركشنال او جراند استراتيجيز. وليه تسموا دايركشنال؟ عشان كلمه دايركشنال هي بتحدد اتجاه الشركه. طيب تحت الجروث محطوط كونسنتريشن ومحطوط دايفرسيفيكيشن. تحت الاستابيليتي ده اللي هنتكلم عليه النهارده، الاستابيليتي والريترنشمنت، عندنا حاجه اسمها بوز او بروسيد وذ كوشن او نو تشينج استراتيجي او بروفيت استراتيجي. الريترنشمنت عندنا تيرن اراوند، كابتيف استراتيجي، سيل اوت، دايفستمنت، بانكربسي او ليكويديشن. توماس ويلن ما قالهاش كده بقى، قال ايه؟ قال انا عندي اربعه اساسيين تحت الجراند استراتيجي: الدايفرسيفيكيشن، الانتجريشن، الانتنسيف، والديفنسيف. الديفنسيف هنا اتحط تحت ايه يا جماعه؟ ريترنشمنت. خلاص فانا عندي هناك ايه؟ عندي دايفرسيفيكيشن وانتجريشن وانتنسيف. الثلاثه دول يتحطوا فين؟ دايفرسيفيكيشن تتحط فين؟ جروث. الانتجريشن هنا اتبقى كده مين؟ الانتنسيف. برضو الانتنسيف ما تركبش غير فين؟ غير في الجروث. ففهمنا كده الفرق بين الاثنين عشان اللخبطه اللي بتحصل. اوكي طيب حلو، خلينا نتكلم على، احنا هنتكلم النهارده على الاستابيليتي والريترنشمنت. الريترنشمنت احنا جبنا سيرتها قبل كده لما اتكلمنا على ايه اكوردنج لتوماس ويلن، لما اتكلمنا على الديفنسيف، فخلاص مش هنتكلم عليها تاني. لكن احنا هنتكلم على ايه يا جماعه؟ على الاستابيليتي. يعني ايه استابيليتي استراتيجي؟ هم الثلاثه دول: بروفيت استراتيجي، ونو تشينج استراتيجي، وبوز سلاش بروسيد وذ كوشن. طيب سيبكم من البروفيت، هقولها هتكلم عليها دلوقتي، لكن هو ايه الفرق ما بين النو تشينج والبوز بروسيد وذ كوشن؟ من الاسم كده لازم هيبقى في فرق. النو تشينج معناه ان انا مش هعمل اي حاجه خالص. البوز او والبروسيد وذ كوشن معناها اتحرك، بس اتحرك ايه؟ ببطء عنيف جدا. امال ايه بقى كلمه بروفيت استراتيجي؟ كلمه بروفيت استراتيجي هي عباره عن استراتيجي بعملها لما يكون الريفينيو مش بيزيد. لما يكون ريفينيو مش بيزيد يعني ايه؟ يعني انا عندي في ساتوريشن في السيلز بتاعتي، فالسيلز ما بتزيدش، وانا عايز ازود سيلز، ده اللي هو الريفينيو، وانا عايز ازود ايه؟ عايز ازود البروفيت. طيب الايكويشن بتقول ايه؟ ان الريفينيو بيساوي البروفيت زائد الكوست. طيب ده ما بيزيدش وعايز ازود ده، يبقى هعمل ايه؟ يبقى هقلل ده. فالبروفيت استراتيجي هي كوست ريدكشن تو ماكسمايز البروفيتابيليتي. طيب دي تنفع كاستراتيجيه مؤقته ولا استراتيجيه بعيده المدى؟ مؤقته، لانك لو فضلت تعمل تزود البروفيت بتاعتك عن طريق الكوست ريدكشن، هتيجي بعد فتره معينه مش هتقدر تقلل الكوست اكتر من كده. لكن الشكل الهيلثي ان انا اشتغل باي لاترال. يعني ايه باي لاترال؟ اقلل الكوست وفي نفس الوقت اعمل ايه؟ ازود الريفينيو. فدي اسمها البروفيت، هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. الثانيه اسمها نو تشينج، ودي ما فيهاش اي عبقريه، انا مش هعمل اي تغيير خالص. اللي هنتكلم عليها شويه هي مين بقى؟ البوز والبروسيد وذ كوشن. بعد ما نخلص دول هنبقى خلصنا الكوربريت استراتيجيز، هننزل بعد كده على ايه؟ على البيزنس استراتيجيز. البيزنس استراتيجي كنا بنقسمها قسمين كبار، كومبتيتيف وكوبريتيف. وقلنا البيزنس استراتيجيز بتساعدني ان انا اتعامل مع مين؟ مع الكومبيتيتورز. لكن الجراند استراتيجيز بتحدد ايه؟ الدايركشن اللي انا همشي فيه. فاحنا هنخلص الاستابيليتي اللي هي كماله الدايركشنال او الجراند استراتيجيز، وبعد كده ندخل على ايه؟ ندخل على البيزنس استراتيجي. يلا يا احمد، سوري جو. طيب احنا هنا، لا ارجع جو معلش، ادي هنا البروسيد والبوز وذ كوشن، نو تشينج، بروفيت استراتيجي. شايفين الجمله دي يا جماعه؟ ده ما ينفعش غير مع مين؟ سمول بزنس اونرز، الستارت ابس. اول ما حجم البزنس هيكبر لازم حاجه تعمل ايه؟ هتغير الاستراتيجي دي. ليه؟ لان هي عمرها ما هتكبرك. انا لسه صغير ومش عارف تكمبيت، فانا عايز على الاقل يا اما افضل زي ما انا يا اما اكبر بحذر.
يا اما اعمل البروفيت استراتيجي عشان ازود البروفيت بتاعتي. لو فضلت بالمنظر ده فور ايفر هتهرس هموت، فانا لازم اغير القصه دي. طيب ناخد شويه امثله. هل البوز والبروسيد وذ كوشن ما تنفعش غير بس مع السمول بزنس اونرز، ولا ممكن نطبقها مع البيج كوربوريشن؟ ممكن نطبقها مع البيج كوربوريشن. طب امتى؟ لو الشركه ابتدت تكبر بشكل عنيف وحجم التيرن اوفر اللي هي بتبيعه مش ماشي مع امكانيات الشركه من الهيومن ريسورسز مثلا، فانا هعمل ايه؟ لو ابتديت اكبر اكتر من كده ايه اللي هيحصل؟ هقع. بمعنى يعني في مثال لطيف هنا، ديل كمبيوترز. لما ناخد ديل فيرسس اتش بي، هما بيكمبيت مع بعض ازاي؟ ديل واتش بي، مين اللي بيقدم هاير كواليتي؟ ديل ولا اتش بي؟ لا اتش بي. طيب هما الفرق في الكواليتي مش عنيفه جدا، بس اللي اعلى سنه هو اتش بي. ديل خرب بيت اتش بي ازاي؟ بويتش استراتيجي؟ الكوست ليدرشيب. لكن اتش بي بتميل اكتر الى ايه؟ الديفرنشيشن، وهنتكلم عليهم النهارده عشان ما عندناش حاجه اسمها بيور كوست ليدرشيب وبيور ديفرنشيشن. مايكل ديل بيقول لك ايه، اللي هو الاونر بتاع ديل، بيقول لك احنا في سنتين كبرنا 285%. 285% ده معناه ايه في سنتين؟ ده رقم فلكي. الشركه بقى مطلوب منها ان هي تسيرف عدد رهيب جدا من الكاستمرز، بترن اوفر رهيب جدا قد يصل الى 2 مليار. عدد موظفين الشركه فقط 5600 موظف. انا مضطر اعمل هنا ايه يا جماعه؟ بوز وبروسيد وذ كوشن. عشان اعمل ايه؟ عشان مش هعيد هيكله الشركه ان انا همشي ناس. اي هاف تو ريكروت ايه؟ مانجرز وامبلويز، واي هاف تو ترين الناس اللي موجوده، لان انا لو ما عملتش كده الشركه هتعمل ايه؟ هتتكشف، هتتفضح. يبقى بالتالي البوز وبروسيد وذ كوشن مش بالضروره بس ان هي تستخدم مع مين؟ مع السمول بزنس اونرز. عارفين حضرتك لما تكون بتجري ويتقطع نفسك وتلاقي نفسك لو ما اخدتش ريست فور مثلا اوايل هتعمل مش هتقدر تكمل، هتقع. فهو نفس النظام، هو عايز يقول لك لا انت كبرت بشكل عنيف جدا ان فيري شورت تايم، وكان حظك الحلو انك انت كديل طبقت الكوست ليدرشيب استراتيجي، فانت رحت ضارب اتش بي على قفاه وابتديت تاخد كل الماركت منه، وبالتالي هنا انت رحت فين؟ رحت في حته كبيره جدا ما كنتش متوقعها. حجم الاستراكشر بتاعك دلوقتي كمانجرز كامبلويز ما يقدرش يخليك تكبر اكتر من كده، هتتفضح. فبالتالي تعمل ايه؟ ده اللي موجود هنا يا جماعه في الحته دي. طيب ماشي. النو تشينج استراتيجي زي ما احنا قلنا ما فيهاش اي كلام خالص. احنا بنعملها لما نكون خلاص احنا وصلنا لمرحله انا مش قادر اكبر دلوقتي والظروف مش سامحه، فانا اي هاف تو بوز لغايه ما اكشلي ما اشوف الدنيا تمشي ازاي. البروفيت استراتيجي خلي بالنا بقى منها القصه دي. احنا قلنا البروفيت استراتيجي انا بعمل ايه؟ الريفينيو ما بيزيدش، فبالتالي انا مضطر اعمل ايه؟ اقلل الكوست عشان ازود البروفيت. بيقول لك البروفيت استراتيجيز ان اتمبت تو ارتفيشالي سبورت بروفيتس وين ا كومباني سيلز ار ديكلايننج باي ريديوسينج انفستمنت اند شورت تيرم. يعني ايه الكلمه دي؟ ديسكريشنري انكم. يعني ايه؟ حد يعرف الكلمه دي ايه؟ ليها اسم كده في الايكونومكس. لو تفتكروا في الايكونومكس كان عندكم كده حاجه اسمها جروس انكم، وعندنا حاجه اسمها ديسبوزابل انكم اللي انتوا بتقولوا عليه احيانا النت، هو اسمه الصح ديسبوزابل، وبعدين ديسكريشنري انكم. ده الجروس انكم، ده مرتبك قبل اي استقطاعات ضرايب وما شابه. الديسبوزابل انكم هو المرتب النت اللي انت بتاخده في ايدك. طب ليه سموه ديسبوزابل؟ يو كان ديسبوز، انا اقدر اتصرف فيه، لكن اي كانوت ديسبوز الجروس انكم. لما اشيل من الديسبوزابل انكم الاسينشال ايتمز لايك مثلا فور اكزامبل الاكل والشرب والمواصلات والكلام ده كله، يظهر لي الديسكريشنري انكم. يبقى كلمه ديسكريشنري يعني ايه؟ فائض الدخل. الله ينور عليك. يبقى ده اسمه فائض الدخل. ده يطلع منه يا اما ايه؟ يا اما ليجر يا اما سيفنج. الله ينور عليك. مين اللي بيقول؟ اوكي حلو جدا.
فكلمة ديسكريشنري في البيزنس معناها فائض. فاحنا بنقول هنا ان هو عمل ايه بقى؟ by reducing investment and short term discretionary expenditures. يعني زي ايه discretionary expenditures؟ يعني مثلا الناس شايفة التريننج ممكن نستغنى عنه شوية. الرو ماتيريالز بدل ما نجيبها من اليابان نجيبها مثلا من تايوان. بدل ما نصرف على الماركتينج سنويا مليار نصرف عليه مثلا 500 مليون. حلو، ده ممكن يمشي شويه، لكن بعد شويه يحصل ايه؟ يو افكت الكواليتي بتاعتك، فالمنتج يحصل فيه ايه؟ يروح في داهيه. ماشي، يلا جو. طيب ده بالنسبه لمين يا جماعه؟ للاستابيليتي استراتيجيز اللي هم بوز او بروسيد وذ كوشن، نو تشينج استراتيجي، والحاجه الثالثه البروفيت استراتيجي. طيب انا بس هقول حاجه اخيره على البروفيت استراتيجي. في احد الميثودز اللي بنستخدمها في الـ في البادجت الوكيشن، او ازاي تحط تو كالكوليت بروموشنال بادجت. الطريقه دي ليها علاقه بالاستراتيجي بتاعه البروفيت استراتيجي. لو انا عندي كده مثلا ده انا هنا دي 2018 2019 خلينا نقول 2016 معلش 2016 هنا 2017 2018 2019 2020 2021 وعايزين نحط بادجت بروموشنال بادجت ل 2022. وده ايه يا جماعه؟ ده الريفينيو. الريفينيو انا عندي هنا 5 مليون، هنا 7 مليون، هنا 9 مليون نفترض، وهنا كنت صارف 20000 جنيه، خلينا احطها رقم كده من غير ما احط، وهنا كنت صارف 30000 جنيه، 40000 جنيه، 45 55 60، وعايز احدد هنا البروموشنال اكسبنسز بتاعه 2022 هتبقى كام. طيب السيلز بتاعتي كانت شكلها ازاي؟ كانت شكلها كده. دي السيلز بتاعت انا شكلها كده. حلو، طب التوتال ماركت شكله ازاي؟ التوتال ماركت كان بيبيع كده وابتدى يجي كده. حلو جدا، يبقى ده مين وده التوتال ماركت. اروح جاي اسالك هنا اعرف اطبق البروفيت استراتيجي ولا اه؟ لان انا والتوتال ماركت الاثنين ساتوريتد. كويس قوي، عايز ازود البروفيت، يبقى انا هعمل ايه في الاكسبنسز؟ هقللها. طب ينفع اقللها هنا ولا ما ينفعش؟ وبيز اون وات؟ فانا لو عايز اقول لك حدد لي البروموشنال بادجت تو بي سبنت ان 2022 حط كام الف؟ 30000. ليه؟ كانت 30 60 ما حصلش حاجه. حلو قوي، انا بنسى اسمك معلش. احمد، احمد فكر كويس، بس طبعا ليها شروط اللي انت قلته. قال لك هاخد اقل بروموشنال اكسبنسز جابت لي اعلى سيلز. اقل بروموشنال اكسبنسز جابت لي اعلى سيلز هي 2017، صح ولا لا؟ اقل بروموشنال اكسبنسز جابت لي اعلى سيلز، لانه كده انا بزيد ونفس الرقم زي ما هو. حلو قوي، يبقى احط 30 بس ولا احط 30 زائد ايه؟ الله ينور عليك، يبقى احط هنا 30 زائد الانفليشن. ده ممكن يتحط تحت ايه؟ تحت البروفيت استراتيجي. خلينا نقول الحته دي تاني، اللي قاله هنا الباشا قال ايه؟ قال هاخد اقل رقم اكسبنسز جاب لي اعلى رقم سيلز، اللي هو كان مين؟ كانت الاكسبنسز بتاعت 2017. طيب بس مش منطق ان ال 30000 في 2017 تساوي 30000 في 2022، فانا احط ال 30000 هنا واضيف عليها الانفليشن. حلو، ممكن الانفليشن ده مثلا يوصلها 40 42 ويل اند جود. طب ده ينفع في المطلق؟ هو ده يندرج تحت البروفيت استراتيجي اللي احنا قلناها. والطريقه دي في الـ في الـ في الـ في البادجت الوكيشن بيسموها، او في البادجتنج، بروفيت ماكسمايزيشن ميثود. هي اسمها كده، بروفيت ماكسمايزيشن ميثود. حلو، امتى تنفع وامتى ما تنفعش؟ هو المنطق ان انت ساتوريتد والتوتال ماركت ساتوريتد، فالمشكله مش عندك، المشكله في التوتال ماركت. حلو، تنفع بس بشرط، في معلومة ناقصة مش موجودة على الشورت ده، لازم تعرفها، لو يمين تنفع، شمال ما تنفعش، إيه المعلومة اللي ناقصة؟ أبقى مبسوط جدا لو حد جاب المعلومة دي.
ايه المعلومه اللي ناقصه اللي تقول لك اسمه هيك ايه احمد تقول لك ان اللي قاله احمد صح، ان انا هاخد اقل رقم اكسبنسز جاب لي اعلى رقم بيع واضيف عليه الانفليشن. حلو، اللي هي البروفيت ماكسمايزيشن ميثود، امتى تنفع وامتى ما تنفعش؟ ناقص لي معلومه. لو كومبيتيتور دخل جديد طب هعمل ايه؟ وليه جديد؟ يعني لو كومبيتيشن قديمه ملهاش علاقه بالموضوع ولا ليها؟ يعني هي ليها علاقه اذا كان المنافس جديد ولا قديم. طيب ناس تانية يا جماعه، انا عايز برضه سيرفر 7. لو انت عايز ايه؟ عايز برضه. طب ما هو انت عايز كده، ما هو مش كده، ما هو ماشي، انا عايز ان انا ما اقلش عن كده، بس ربما لو طبقت الطريقه دي اقل. امتى؟ ولو العكس مش هقل، وده بقى زي الفل. انت حرجمت على الموضوع بس وقعت. هو ماركت شير والسيلز الاثنين ساتوريتد. اه السيلز طالما ساتوريتد الماركت شير يبقى ساتوريتد. لو الكومبيتيشن هنا طف تنفع تطبق دي ولا ما ينفعش؟ بس يا جماعه خلاص، يبقى لو الكومبيتيشن طف مش هقدر اطبق الاستراتيجيه دي. امال امتى استخدمها؟ لو الكومبيتيشن از ايه؟ از لوز، ضعاف جدا. لكن انا دلوقتي الماركت ساتوريتد واحنا بيبسي وكولا حيتان بناكل في بعض، حضرتك قللت البروموشنال اكسبنسز، ايه اللي هيحصل؟ الكومبيتيتور اللي قدامك هيعمل ايه؟ هياكلك. يبقى البروفيت ماكسمايزيشن ميثود تستخدم في حالتين، الحاله الاولى الماركت يبقى ساتوريتد وانت بالتبعيه ساتوريتد، والحاجه الثانيه المنافسه تبقى ايه؟ تبقى ضعيفه. لكن المنافسه قويه للاسف هضطر نعمل ايه؟ ازود عن الستين. ليه؟ لان انا لو ما عملتش كده التورته صغيره والمنافسه عنيفه جدا، اللي هيريح شويه في الاكسبنسز هيحصل ايه؟ هيروح في الستين داهيه. فدي حته مهمه جدا. طيب البيزنس استراتيجيز، يلا شو احنا قلنا يا كومبيتيتيف يا اما كوبريتيف. يا كومبيتيتيف، ومش عايزين نحفظ يا جماعه، مش عايزين نحفظ. كومبيتيتيف هي اكشولي انا ازاي هخبط في المنافس عن طريق ان انا احط استراتيجيه تخليني اخد من الماركت شير بتاعه. امال ايه الكوبريتيف استراتيجي مع المنافس؟ يعني ايه كوبريتيف استراتيجي مع منافس؟ لو حاجه في تعاون بيني وبينه هيفيده مش هيفيدني، ويل اند جود، ايه المشكله؟ بس هيفيدنا احنا الاثنين. لكن في حاجات لو تعاوننا فيها مع بعض ايه اللي هيحصل؟ انا هخسر او هو هيخسر، فما ينفعش نتعاون مع بعض. حلو، ننزل يا جو كده. ننزل. دي حاجه اسمها كريتسو، حاجه مشهوره جدا في اليابان الاستراتيجيه دي. عشان نفهمها كويس، عشان نفهمها كويس هنعمل ايه؟ اوكي، نشوف الرسمه اللي جايه دي يا جو. ايه الرسمه دي يا جماعه؟ انا عندي هنا فوجي بانك، وعندي ان بي ان ان كي كي نيسان، مش عارف تالسي، هيتاشي، مش عارف كوبتا، مش عارف كانون. ايه بقى هو الكراتسو؟ انه شركات، كل شركة بتمتلك اسهم في شركة تانية، وفي حاجة في النص بتجمعهم كلهم، وعادة بيبقى بنك. عادة دي اسمها كيراتسو، دي حاجة مشهورة جدا في اليابان، وتويوتا بتشتغل بيها حاجات كتيرة جدا. طب ليه؟ نسند بعض نبقى كيان قوي، وخصوصا كل ما تكون الشركات دي بتسبورت ايتش اذر، وفي صناعات قريبة من بعض، والصناعات بتخدم على بعض، فاحنا كده اكشولي مبسوطين. ماشي، طبعا هو شكل كده بس. ماشي جو، احنا كنا اتكلمنا قبل كده على الفرق بين الميرج والاكوزيشن والجوينت فينشر، هو ده طبعا ضمن برضو الهوريزونتال انتجريشن اللي احنا قلناه. ماشي جو، ماشي خلاص، انا عدي الاستراتيجيك. ماشي اوكي. طيب نيجي بقى نركز بقى على مايكل بورتر، والحته بقى المهمه جدا اللي انتوا بتتلخبطوا فيها. لسه الصبح النهارده كنا بنناقش بروجكتس في احد الجامعات، الناس متلخبطه في المايكل بورتر، وبعدين للاسف بعض المحاضرين في الماركتنج بيقولوها بشكل ربما يكون مختلف سنه عن اللي احنا بنقوله في الاستراتيجيك مانجمنت. هما كانوا ثلاث استراتيجيات حد يفكرنا بيهم، وللاسف جو جابهم. هما كوست ليدرشيب، ديفرنشيشن، هما اسمهم بورتر او ليهم اسم ثاني جينيريك، او ليهم اسم ثالث كومبيتيتيف استراتيجيز. فدول الثلاث اسماء. كويس جدا. طيب لما نيجي نتكلم على
هم ثلاثة ولا أربعة؟ هم فعليا أربعة. مش عايزين ننسى يا جماعة، هو كوست ليدرشيب دي أول واحدة اسمها بالعربي الريادة السعرية، ديفرنشيشن اسمها بالعربي سياسة التميز. الثالثة فوكس. بعض الناس يجوا في الفوكس وينسوا النوعين بتوعها. طب هتنساهم ليه؟ ما هالفوكس ضربة يدي يدي، فلما اخد فوكس مع ديفرنشيشن هتبقى ديفرنشيشن فوكس، لما اخد فوكس مع كوست ليدرشيب يبقى كوست فوكس. احنا كام دلوقتي يا جماعه؟ أربعة. جه السيد بورتر كده في احد المقالات بتاعته، ما حطهاش في الكتاب، في احد المقالات بتاعته قال لك لا انا عايز احط واحده بترقص هنا ما بين دي وما بين دي. يعني انت كنت عايز تعمل يدي يدي ما عرفتش فرقصت على السلم، راح مسميها ايه؟ stuck in the middle. الرسمه اللي انا حاططها دي رسمه حلوه ليه؟ لان هي جايبت لك جايبه لك الصوره كلها. يعني ايه رقص على السلم؟ هي الكوست ليدرشيب مش معناها انك بتقدم لو كواليتي، مش لازم، هي ممكن تبقى ميديوم كواليتي. ما اقدرش اقول ان انا في الكوست ليدرشيب ممكن اوصل بقى للبيست كواليتي او للبرستيجيوس برودكت، لان ده فين؟ في الديفرنشيشن. لكن مش بالضروره في الكوست ليدرشيب زي ما بعض الناس في الماركتنج بيقولوها ان انا بقدم منتج سوري فيري لو كواليتي، لا هو الموضوع مش كده. لكن انا عندي حاجه اسمها كوست ادفانتج. يعني ايه كوست ادفانتج؟ عندي ايكونومي اوف سكيل وبستخدم كل التاكتكس بتاعه البرودكشن اللي بتزود لي البرودكشن افشنسي، الكايزن والسيكس سيجما والمش عارف الجاست ان تايم والوان بيس فلو، كل الكلام انتوا اخدتوه في الاوبريشن. فانا قادر اقلل الويست وازود الافشنسي، وبالتالي المنتج بيقع عليا بسعر رخيص. انا بتكلم على مين؟ انا بتكلم على هوندا، على تويوتا، بتكلم على ماكدونالدز، كل ده فين؟ كوست ليدرشيب. طب حلو، لا هروح لديفرنشيشن. اول ما تسمع كلمه ديفرنشيشن في كلمتين لازم يجوا في دماغك على طول، لازم، دول بدايل لبعض، كومبيتيتيف ادفانتج. والكومبيتيتيف ادفانتج ممكن تبقى اي حاجه ما عدا حاجه واحده اللي هي ايه؟ ما عدا البرايس. الكومبيتيتيف ادفانتج في الديفرنشيشن اي حاجه ما عدا البرايس، لان لو البرايس الكومبيتيتيف ادفانتج بتاعتك ده يبقى ايه؟ ده يبقى كوست ليدرشيب. كويس، لما نيجي للديفرنشيشن احنا لسه هناخد تفاصيل، بس انا بدي كده الفكره الاساسيه. لما اجي للديفرنشيشن، الديفرنشيشن مش كان بيستخدمه فولفو؟ حلو، طب فولفو وقعت ليه؟ ليه فولفو وقعت لما مرسيدس وبي ام ظهرت؟ ليه؟ عشان فولفو كانت بتركز على سنجل كومبيتيتيف ادفانتج. فلما ظهر بي ام ومرسيدس نزلوا السيفتي ونزلوا الاليجنس ونزلوا البرستيج ونزلوا البرفورمانس ونزلوا الديزاين ونزلوا الكالر وكل حاجه، ايه اللي حصل لفولفو؟ راحت في داهيه. يبقى الرساله هنا اللي بيقولها لو حضرتك هتستخدم الديفرنشيشن استراتيجي نيفر تو ريلاي اون ا سنجل كومبيتيتيف ادفانتج، بس ما تعملش العكس. ايه العكس؟ فاكرين زمان كانوا بيقولوا على مدرس كشكول، يعني مدرس كشكول يدرس عربي ودينه فرنسي؟ لا انا مش عاوز اظهر كده. ما ينفعش مرسيدس بعد كل اللي انا قلته ده تقول لك احنا كواليتي عاليه وسوري وديزاين عالي وسيفتي عاليه وسعر قليل، انت كده بتستعبط. ليه؟ لان انا حطيت بعض الحاجات، الحاجات دي ايه؟ مش ماتشنج مع بعض. حلو جدا. يبقى خطوره الديفرنشيشن في ايه؟ وخطوره الكوست ليدرشيب في ايه؟ خطورة الكوست ليدرشيب انك انت بتعتمد على ايه؟ على البرايس. طب وات اف بكره واحد نزل باقل مني ب 5 جنيه او مثلا ب 100 جنيه وات ايفر، ايه اللي هيحصل للمنتج بتاعي؟ هيقع. يبقى ده خطورة الكوست ليدرشيب. زي ما حصل مع مين؟ كنا لسه بنتكلم على ديل ومين يا جماعه؟ واتش بي. لما جه ديل راح منزل الاسعار لانه عنده كوست ليدرشيب، ايه اللي حصل في اتش بي؟ راحت في داهيه، راحت في داهيه. طيب هما ليه ستاك ان ذا ميدل؟ عندنا مثال كده لطيف جدا في امريكا في السوبر ماركتس. عندنا حاجه اسمها كي مارت، وعندنا حاجه اسمها وول مارت، وعندنا حاجه اسمها تارجت. وول مارت هاي اند ولا لو اند؟ لو اند. حلو. تارجت هاي اند. مين اللي راقص على السلم ده؟ لا عارف يوصل
ده بقى فكره الستاك ان ذا ميد. لا عارف يوصل ان هو يبوزيشن اتسلف ان هو لو اند برودكت اللي هو وول مارت، ولا عارف يقول ان انا برستيجيوس. ايه اللي حصل؟ خرج من البيزنس. ليه؟ لانه ما عرفش يحط استراتيجي. هو رقص على السلم بين الكوست ليدرشيب والديفرنشيشن. طيب عايز اقول حاجه مهمه هنا، هو حجم السوق ليه عامل في الموضوع. يعني انا لو عايز احط شكل الحجم السوق واحط كده شويه مساحات او اشكال، لو انا عندي حجم السوق كده وحجم السوق كده وحجم السوق كده وحجم السوق كده، عشان دول يبقوا اربعه ودول اربعه في الكومن سنس، ده مع مين؟ كوست ليدر شيب لازم يبقى كده. هل والحجم السوق الوسط ده ايه؟ ديفرنشيشن. حجم السوق الصغير ايذر اور، ايذر ديفرنشيشن فوكس اور كوست فوكس. هتيجي تقول لي طب امال ايه الفرق بقى؟ إذا كان هنا وهنا حجم السوق، يعني احنا نكتب كده يساوي اللي أنا هكتبه ده يا جماعة، أنا بحاول أسهلها لكم جدا. ده لو حطيته في دماغك مش هتنسى، لأنه الناس دايما بتلخبط بين الاثنين دول. يبقى هنا very small segment، حلو جدا. وهنا very small segment. طيب كويس. يبقى في لازم الفاكتور الثاني يبقى في اختلاف. ايه الاختلاف بقى؟ في الاشري طيب خليني احط مثال كده وركب الكلام اللي انت بتقوله عليه. الرسمه دي حلوه جدا لانها لمت كل حاجه احنا هنقولها. لو انا جو معلش في لام زرقاء عندك في لو انا دلوقتي عايز في العربيات اخد فور اكزامبلز عشان اركبهم على الفور استراتيجيز هنا، خلاص فور اكزامبلز عشان احطهم على الفور استراتيجيز. فانا هاجي هنا نيسان ماشي، تويوتا، هنا احط مرسيدس، بي ام دبليو، ديفرنشيشن فوكس احط رولز رويس، جاكوار ماشي. طب الكوست فوكس احط ايه؟ سوزوكي. حجم السوق صغير قوي. اهو ما احنا بنتكلم على الفوكس. حتى الفوكس ده بنسميه احيانا ايه؟ نيش. فوكس بنسميه نيش، نيش ماركت يعني حتى صغير. اس يو في يا راجل، اس يو في حجم السوق بتاعها صغير جدا، وفي نفس الوقت هل العميل بتاعها برايس سنسيتيف؟ كده دمرت الاس يو في خالص. انا هضطر ابيع الاس يو في اللي عندي واجيب توك توك. طيب مش هتلاقوا لها مثال، مش هتلاقوا لها يا راجل. كارز فور ديسيبلد بيبل، اصحاب الهمم او اصحاب يعني مش عايزين نقول الكلمه القديمه اللي هم المعاقين. عددهم قليل ولا كتير؟ قليل. وفي نفس الوقت ذي ار اي، هو بقى ده الفرق، هو ده الفرق. ايه الفرق هنا؟ الفرق هنا اللي انا هكتبه انه الديفرنشيشن فوكس حجم السيجمنت صغيره، لكن الكاستمر برايس ان سنسيتيف، وايل في الكوست فوكس حجم السيجمنت صغيره والكاستمر برايس سنسيتيف. اقول لكم مثال لطيف على الديفرنشيشن فوكس. في اسكندريه عندنا السيد ميشيل احد اللي هو بتاع البتشين والعربيات الجميله دي. مره في احد المرات 10 سنين ولا حاجه كان بيشتري على بايه رولز رويس، مش فاكر كان ثمنها كام، 5 6 مليون. قال لهم انا عايز احط الانيشيالز بتاعت اسمي على الموتور، ام اي او اي وات ايفر اي ماشي.
قالوا له هتدفع ما يقابل 1,000,000 جنيه زياده. ندفع يا جماعه بفلوسي؟ يبقى انا هنا ايه، ما عنديش مشكله، بس تعمل لي اللي انا عايزه. عدد الناس اللي بتعمل كده قد ايه؟ قليل جدا، وبالتالي السيجمنت صغيره قوي، لكن هم ايه، برايس ايه، انسنسيتيف، انس ما عنديش مشكله. لكن العكس، الكوست فوكس حجم السيجمنت صغيره قوي والناس اكشوالي برايس سنسيتيف. هنتكلم عليها لان هي الاكزامبلز اللي فيها مش كتير قوي. فهمنا الرسمه يا جماعه؟ فهمنا الرسمه. طيب جه مايكل بورتر بعد كده قال لك ايه، بلاش تروح لفكره ان انا لازم ابقى 100% بيور كوست ليدرشيب او بيور ديفرنشيشن. بمعنى لو احنا اخذنا ماركت زي ماركت البرجر، عندي ماكدونالدز وعندي برجر كينج، ماكدونالدز بيستخدم ويتش استراتيجي، كوست ليدرشيب ولا ديفرنشيشن؟ موستلي، عشان بس نبقى اكيوري، موستلي كوست ليدرشيب. طيب برجر كينج ديفرنشيشن، وهنقول ليه بعد شويه، عندنا شويه امثله كتيره جدا. كويس قوي. في الفتره الاخيره ماكدونالدز ابتدى يعمل ايه؟ ياخد حته ديفرنشيشن. ازاي؟ ابتدى يدخل انترنت في المحلات بتاعته، ابتدى يعمل منتجات تميل شويه انها تبقى هيلثي زي الايشيان سالاد اللي ابتدى يدخلها، ابتدى يغير شويه في الكراسي اللي كان بيحطها ويخليها اكثر راحه. انا بعمل ايه هنا؟ عايز اهبش حته ايه يا جماعه؟ حته ديفرنشيشن. فمايكل بورتر في كذا ارتكل جديده قال لك مش بالضروره اللي انا قلته يطبق قران او انجيل. وخلي بالكم الحته دي يا جماعه، عشان يعني احيانا لما بتصادفوا محاضرين، احيانا بعض المحاضرين بيبقى عندهم السنس بتاع السوق، فممكن ياخد اللي موجود في الكتاب وتلاقيه بيعمل ايه، بيموديفايت حسب الواقع. لانه في الواقع احنا ما عندناش حاجه اسمها 100% كوست ليدرشيب، وما عندناش حاجه اسمها 100% ديفرنشيشن، لكن ممكن يبقى في ميكس ما بين الاثنين دول مع بعض. طيب عايزين نركب مع حاجه ثانيه عشان الصوره دي تبقى اخذت كل ال 10 15 سلايد اللي هيجي. كان في حاجه اخذتوها في الايكونومكس كان اسمها الاندستري ستراكشر. الاندستري ستراكشر، حد يفتكر؟ كانوا ثلاث انواع كده اساسيين، واحنا بنحطهم اربعه. يعني ايه الاندستري ستراكشر؟ يعني تقسيمه الاندستري على اساس عدد البلايرز اللي موجودين في الصناعه. الله ينور عليكم، الحمد لله الذاكره رجعت. مونوبولي واولوجوبولي وبيور او بيرفكت كومبيتيشن. كويس جدا. يعني ايه مونوبولي؟ يعني سنجل كومباني دومينيتنج ذا ماركت. سكك حديد مصر، شركه ميه، كهرباء، وهكذا، عاده اللي لها اكتر في الخدمات الاساسيه، وعاده بتبقى جفرنمنتال سيكتور. كويس قوي. الاولوجوبولي سمول نمبر اوف كومبيتيتورز، احد كتب الايكونومكس حطوها كده بشكل لطيف قوي. قال لك الاولوجوبولي سمول نمبر اوف لارج كومبانيز، واعكسهم لي، البيور كومبيتيشن لارج نمبر اوف سمول كومبانيز. كويس جدا. فلما اجي مثلا في مصر، كوكاكولا وبيبسي از اوليجوبولي، مثلا اديداس ونايكي اوليجوبولي، اورنج واتصالات وفودافون ومصريه اتصالات اوليجوبولي. طيب تعالى للبيور كومبيتيشن، عندنا مثالين واضحين جدا. عندنا حوالي 500,000 جروسري ماركت في مصر ما عدا الاكشاك والحاجات الصغيره، وعندنا حوالي 70,000 صيدليه على الورق، ممكن نقول في الواقع 50,000 صيدليه. يبقى ال 50,000 صيدليه او 70,000 صيدليه بلس ال 500,000 سوبر ماركت او جروسريز، دول ايه يا جماعه؟ دول بيرفكت كومبيتيشن. طب مايكل بورتر في الارتكلز الجديده بتاعته بيحاول يعمل ايه؟ يربط حاجات مع بعض. قال لك طب هو في علاقه، اللي انا بقوله ده مش راي يا جماعه، احنا بنتكلم على مايكل بورتر. مايكل بورتر ده اله الاستراتيجيك مانجمنت في العالم، يعني لما بيدرس ام بي اي بره في جامعات بره في امريكا بيعمل اختبار اجريسيف جدا للناس اللي داخله، عشان انا مش هدرس لناس احس ان احنا في ثالثه خامس. ده مين؟ ركبوا لي ديول مع دول. سيبك من المونوبولي، بس معلش عايز اقول اسم الاستراتيجي، سوري الاندستري ستراكشر ده الثاني اسمه ايه؟ الاولوجوبولي ليه اسم ثاني عشان لو شفناه. اسمه كونسوليديتد اندستري، وده اسمه
فراجمنتد اندستري. ما هو بالمنطق يا جماعه فراجمنتد يعني انا بتكلم على ماركت اتقطع لفتافيت، وكونسوليديتد يعني مركز في 3 4 بلايرز. كويس جدا. انزل بقى كده جون شوف اكزامبلز كتيره جدا. وول مارت ايه يا جماعه؟ كوست ليدرشيب. ماشي. ماكدونالدز كوست ليدرشيب. ديل كوست ليدرشيب. دي شركه اسمها الامو برضو، دي بتاعت رينتنج كارز. ماشي. الدي برضو نفس النظام. ماشي. نيجي بقى لحاجه كنا ذكرنا كده، حاجه اسمها ال سي سي. ذكرنا حاجه اسمها ال سي سي، لو كوست كارير. لو كوست كارير ايه هو اللو كوست كارير؟ اللو كوست كارير هو عباره عن طيران بسعر رخيص. كويس جدا. الطيران اللي بسعر رخيص ده اقدر اعمله ازاي؟ هخليك ما تاخدش غير عدد شنط قليله جدا، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هخليك لا هجيب لك اكل ولا هجيب لك شرب. الحاجه الثانيه هروح مطارات معينه. عندنا في الميدل ايست حاجه اسمها طيران العربيه. في اوروبا عندنا راين اير، سوري هات اللي قبلها يا جو او اللي بعدها. عندنا في اوروبا راين اير. عندنا في امريكا ساوث ويست. يبقى انا عندي طيران العربيه ده في الشرق الاوسط. في اوروبا عندي راين اير. راين اير بتروح امريكا برضه بس هي موصلي مركزه على يوروب. ساوث ويست من امريكا بس بتشتغل مع دول كتيره غير امريكا برضه. انتوا عارفين يا جماعه انه راين اير هي اللي ظهرت بعد ساوث ويست. فراين اير لقت ان ساوث ويست نجحوا جدا باللو كوست كارير. بس ساوث ويست كان بيقدم وجبه خفيفه وبيقدم ميه. راين اير وقال لك والله هنشفها عليهم، لا ميه ولا ايه؟ ولا وجبه. وفي ناس كتير ما بتفرقش معايا يقول لك ما عنديش مشكله انا ممكن اعمل ساندوتش وخد معايا على الطياره، ما عنديش مشكله، لانه خلي بالكم الكيترنج على الطياره بيكلف، لانه الوجبه اللي هتنزل لك دي لازم تبقى سخنه ولازم تتجهز بشكل معين ولازم تتنقل، لكن انا لو جايب معايا شويه بسكوتات او جايب معايا اكشولي ساندوتش بتاع خلاص ما فيش مشكله، بس توصل لمرحله كمان ما اجيبلكش ميه ايه المشكله؟ طبعا عندنا مشكله في موضوع الميه على الطيران لانه الميه ممنوع، فممكن ساعتها يجبرك ان انت تشتري منين؟ خلاص من قبل ما تدخل او تشتري من على الطياره. فهو عمل ايه هنا يا جماعه؟ خلي بالكم هم ليه اضطروا يعملوا الكلام ده راين اير وساوث ويست؟ وكان ليهم ميكانيزم يا جماعه. في يوروب عندنا حاجه اسمها يورو ستار. ايه هو اليورو ستار؟ ذكرناه قبل كده. القطر السريع. القطر السريع ده اكوردنج لبورتر 5 فورس موديل يمثل ايه؟ سبستيتيوت. فاذا كان السبستيتيوت بتاعي بيقدم فانكشن، سوري بيقدم سيرفيس اولموست زي اللي بقدمها، لان انا لو بتكلم على طيران مثلا من فرنسا لايطاليا ساعه ونص ساعتين مثلا، اولموست ساعه ونص. انا في القطر هاخدها في ساعه ونص. يبقى انا كده عملت ايه؟ طب انا ليه ادفع في الطيران مثلا 500 دولار وهدفع في القطر مثلا 100 دولار؟ فهو قال لك احنا لو ما عملناش كده السبستيوت هيعمل ايه؟ هيموتنا خلاص هنروح في 60 داهيه كده. وبعدين خلي بالك انت في الطيران عندك مشاكل بقى في السكيورتي مش عارف ايه، لكن انت في القطر مفيش مشكله خالص في القصه دي. فهنا لازم تخلي بالك من دول بقى يعتبروا ايه؟ طيران العربيه وراين اير وساوث ويست كومبانيز. دول ايه يا جماعه؟ ده كوست ليدرشيب على ابوه، على ابوه. ماشي. عندنا بعض الامثله كده في الهند مش عارف كذا نوع من الساعات، تايتان وماكسيما. اوكي ماشي يا جو عديها. ايه بقى هنا هات الدروباكس اوف ليدرشيب استراتيجي. ايه الدروباكس بتاعت الليدرشيب استراتيجي؟ احنا قلناها كانت ايه يا جماعه؟ كوبينج، او بلاش نقول كوبينج، لو برايسز. ينزل لك كومبيتيتور جديد يقدم اسعار ايه؟ اقل منك. انت هيحصل لك ايه هنا؟ هتطلع بره السوق. ليه؟ لانك في الكوست ليدرشيب انت ربطت دماغك بس في دماغ الناس بايه ده الغلط بالبرايس بس. طب وايه المشكله ان انا اربط دماغي بالبرايس في دماغ الكاستمر نفسي بالبرايس واحط حته ايه؟ ديفرنشيشن. انا كتيوتا مثلا انا بقدم سعر فيري ريزونبل بس في نفس الوقت عندي ايه؟ عندي كواليتي معقوله جدا اباف افريج كواليتي. فبالتالي حتى لو نزل حد بعدي بيقدم سعر اقل بس ستيل انا رابط نفسي في دماغ الكاستمر بايه؟ بالكواليتي الاعلى. طبعا مش بقول البيست كواليتي. فدي حته مهمه جدا يا جماعه. فكره برضو تويز ار اس. ما تويز ار اس من ضمن الحاجات اللي خربت بيتهم ايه؟ ان وول مارت وتويز
ستورز كتيره ابتدت تعمل ايه؟ تبيع المنتجات بتاعتها. وول مارت لما يبيع تويز هيبقى اغلى ولا ارخص من من تويز ار اس؟ ارخص، لانه عنده حجم بيزنس كبير جدا فهياخد بكميات كبيره. عشان كده اضطرت تويز ار اس في فتره من الفترات انها تعمل بارتنرشيب مع مين؟ مع امازون. وبالمناسبه في الاخر هو اللي خلى امازون اتخرب، سوري، اللي خلى تويز ار اس اتخرب بيتها تماما كان مين؟ كان امازون. لان الناس وصلت لمرحله ليه اروح اي ستور واشتري؟ ما اشتري اونلاين. ودي حته مهمه جدا على فكره الكونتينوس انوفيشن. ماشي. طبعا احنا هنا بنتكلم الكوست ادفانتج النتيجه من ايه يا جماعه؟ للرسمه دي. ايه الرسمه دي؟ الايكونومي اوف سكيل. انا ما ينفعش استخدم كوست ليدرشيب هنا يا جماعه، لان انا هصنع بسعر كويس لكن ما عندي الحاجات اللي هصنعها دي هتتركن. هنا تبقى مصيبه لو عملت كوست ليدرشيب. ليه؟ لان الديماند في الماركت فيري ليميتد، فانت هتصنع يونتس كتيره ازاي؟ ملهاش لازمه. لكن الكوست ليدرشيب يمشي بس مع ايه؟ مع الهاي او البيج سايز ماركتس. ماشي يا جو. اوكي ننزل. الهوندا والتويوتا، هل هم كوست ليدرشيب ولا ديفرنشيشن ولا بوث؟ طيب خلينا بنتكلم، انا بتكلم على البورتفوليو مش لنفس البرودكت. هل هوندا عندها حاجه هاي اند وعندها حاجه لو اند؟ هل تويوتا عندها حاجه هاي اند وعندها حاجه لو اند؟ هل حد يقول لنا كده هوندا ايه الهاي اند بتاعها؟ الله ينور عليك. واللو اند بتاعها؟ سيفيك. يبقى انا لو بتكلم هنا على الهوندا الهاي اند واللو اند، يبقى هنا يا سي واحده ولا تو سي؟ سي واحده. وهنا السيفيك. لا والسيفيك برضه كان كده. ماشي سيتي والسيفيك. طيب تعالى نيجي للتويوتا. اعلى واحده ليكزس واقل واحده البلتا او كانت اليارس. بلتا او اليارس. فانا عندي هنا ادي هنا تويوتا، هحط هنا الليكزس وهنا اليارس والبلتا. حلو جدا. لا دي عليها اسم تويوتا ولا دي عليها اسم هوندا، سوري علامه هوندا. بس الاكورد ده موديل، سوري الاكورد دي موديل عليها عليه هوندا ربما، بس دي ما عليهاش. ده حرف ال. طيب كويس جدا. ايه خطوره ان انا انزل كامري كورولا وليارس لما البورتفوليو يكبر قوي ونلاقي مع الوقت في بعض الحاجات ممكن يبقى يكون في سيميولاريتي شويه في البرودكت كاوبشنز وكواليتي؟ مشكله ممكن تحصل ايه يا جماعه؟ وتبقى مصيبه لو حصلت. حلو. ان اليارس او البلتا تاكل من الكورولا، كان اسمها ايه المشكله دي؟ اكلي اللحوم اسمهم ايه بالانجلش؟ كانابيولس. فاسمها كانابيولايزيشن، اسمها كانابيولايزيشن. يبقى وات از كانابيولايزيشن؟ ان انا اكل لحم اخويا. يعني ايه اكل لحم اخويا؟ هو اليارس نازله عشان تروح لسيجمنت مختلفه عن الكورولا. ليه؟ انا بكسب في الكورولا مثلا 50,000 جنيه، بكسب في اليارس 25,000 جنيه. لو نزلت اليارس، فبعض الناس اللي كانت بتشتري كورولا راحت اشترت اليارس، ايه اللي حصل لي انا كده؟ خرب بيتي، لان انا كده هبقى محتاج ان انا ابيع الدبل، لان انا بكسب في دي 50 ودي في 25. ده لو حصل يبقى اسمه ايه؟ وده خطا. طب يحصل امتى؟ لو هنا بقدم فاليو متوسطه بسعر متوسط، وهنا بقدم فاليو شبه متوسطه بسعر قليل. يعني خليني اقولها بصوره رقميه عشان اسهلها لكم. نفترض مثلا انا هنا بقدم 10 اوبشنز وب 100 جنيه، كويس جدا. هنا بقدم 8 اوبشنز مثلا، سوري ب 100 جنيه، نخليها كام يا شو؟ سوري 60 70 عشان لا 10 على 100 كده هتبقى ايه؟ هتبقى ال 10. سوري معلش خلينا نعملها العكس. انا بقدم 100 بنف 100 اوبشن ب 10 جنيه، خلاص؟
وهنا هقدم 80 اوبشن مثلا. دي هتبقى كام؟ 10 على ال 100 فعل 10، دي مثلا ب 2 جنيه او ب 20 جنيه. لا خليها ب 2 جنيه. 80 على ال 2 في كام؟ 40. يبقى الكاستمر فاليو زادت ولا قلت؟ زادت. الكاستمر يسيبني ويروح، يسيب الكره لو يروح لليارس ولا ما يروحش يروح. لكن دي 100 على 10 فيها 10، دي مثلا 10 على 1 فيها كام؟ فيها 10. يحصل الكانبيلايزيشن في القصه دي ولا ما يحصلش؟ ما يحصلش، لان انت عايز اوبشنز كتيره روح للغالي، عايز اوبشنز قليله روح للرخيص. خلصت القصه. لكن تقدم لي اوبشنز قريبه من اللي فوق بس بسعر قليل جدا، يبقى هنعمل ايه هنا؟ هنعمل الكانبيولايزيشن. يبقى مشكله انك انت تعمل وايدنينج للبرودكت بورتفوليو بتاعك، ويبقى في برودكتس قريبه من بعض في الاوبشنز او الكواليتي، يحصل لي الكانبيولايزيشن. فانت لازم تو ميك شور ان الكانبيولايزيشن مش هيحصل. يلا جو، ده اللي احنا كنا بنقول عليهم. عندنا مثال كده حاجه ستيشنري في امريكا اسمها ستيبلز. سمعنا الاسم ده يا جماعه؟ حاجه كانها مكتبات كبيره. طيب هو عامل لنفسه ديفرنشيشن ازاي عن باقي الاماكن الثانيه؟ هو ذكي جدا. قال لك طيب انت لو عايز حاجه، عايز تشحن، راح قال لك احنا بنتعامل مع مين؟ يو بي اس. حتى لو عايز تشحن اي حاجه غير الحاجات بتاعته هو، انا عندي مثلا حاجه عايز اروح اشحنها، طب انا اروح داخل له اقول له طيب انا عايز اشحن المكتب بتاعك ده خليه يشحن لي يو بي اس، معايا موبايل او لابتوب عايز اصلحه. ابتدى يجيب تكنيشنز يقعدوا جوه ستيبلز عشان يصلحوا الحاجات دي. هو ابتدى يعمل ايه هنا يا جماعه؟ يديفرنشيت اتسيلف بايه؟ باذر فاكتورز ملهاش دايركت ريليشن بايه؟ وول مارت دلوقتي، سوري كوسكو، بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل كشف نظارات، بيعمل نظارات. طب هو ماله مال القصه دي؟ تخيلوا ان كوسكو في امريكا بيمون بنزين، تخيلوا امريكا وكندا بيمول بنزين وبيبيع بنزين بسعر قليل جدا. مش كده بس، في امريكا وكندا في حاجه اسمها وينتر تايرز وحاجه اسمها سمر تايرز. طب انا عايز اغير، يقول لك تغير وانا اخد من عندك دلوقتي السمر تايرز هشيلها لك عندي في الستور واركب لك الوينتر تايرز، ولما يجي الشتاء يخلص تعالى هاخد منك الوينتر تايرز بتاعتك هشيلها لك واحط لك الايه؟ السمر. انتوا شايفين بيعمل ايه يا جماعه؟ هو بيحاول يوايدن السكوب بتاعت السيرفيسز عشان يعمل ايه؟ يعمل لنفسه مور ديفرنت. ما هو ده بالنسبه لكوسكو. كوسكو بيستخدم ايه برضو زي وول مارت؟ بيستخدم كوست ليدرشيب، لكن ابتدى يضيف حته ايه؟ حته ديفرنشيشن. ماشي، دي مثلا بي ام الاستراتيجي ايه؟ ديفرنشيشن. ماشي، ابل ديفرنشيشن، نايكي ديفرنشيشن. تعالى بقى البرجر كينج، هات السلايد اللي بعده يا جو. معلش، حلو قوي السلايد ده يا جماعه. احنا بنتكلم هنا على ازاي برجر كينج قدر يعمل لنفسه ديفرنشيشن. هو بيقدم جزء برودكت وجزء سيرفيس. قال لك انا هلعب على الناحيتين، هلعب على البرودكت كواليتي وهلعب على السيرفيس كواليتي. على البرودكت كواليتي الفود هيبقى فريش، الفود بتاعي او البرجر بتاعي هيبقى فيري سيف، سكيور سبلاي تشين، رو ماتيريالز عليها كنترول 100%. خلي بالكم من الحته دي كمان، انا كمان مش بجيب اي بقر اجيب منه البرجر، انا البقر اللي انا بجيب منه ما بيكونش بياخد اي مضادات حيويه عشان يبقى بشكل او باخر هيلثي. مش كده بس، ده انا كمان هخلي المنتج مور هيلثي، هقلل الفات وهقلل الايه؟ السولت. هعمل تريننج للناس بتوع السبلاي تشين عشان المنتج يطلع بشكل زي الفل. تعالى للسيرفيس، ايه اللي انت هتقدمه في السيرفيس؟ كويك ريسبونس، المنتج يجي لك بسرعه. رغم ان بصراحه دي كانت المفروض تبقى اسرع في ماكدونالدز. ليه؟ لان ماكدونالدز عشان الاضافات اللي عليه، الساندوتش لو برد انت بتاكل بلاستيك، لكن برجر كينج لو الساندوتش برد تقدر تاكله. تريننج للناس، كوميونيكيشن بشكل بروفيشنال، انسبكشن، انفايرمنت. فاكرين احنا اتكلمنا قبل كده على السيرفيس كواليتي كان اسمها ايه؟ ريتر. فكرني بيها كده، الريتر ريلايبيليتي، ري الاي اشورنس، التي تينجبلز، الاي امباثي، الار ريسبونسيفنس. لازم نذاكر يا جماعه شويه، دول الخمسه
الريلايبيليتي ان السيرفيس تكون اكيوريت. الاشورنس اللي بيقدم السيرفيس يبقى فاهم هو بيقول ايه. التينجبلز اللي هي الفيزيكال ايفيدنس. الامباثي اللي هو الكيرنج. الريسبونسيفنس اللي هو السبيد اوف ديليفرينج ذا سيرفيس. فهنا لا لازم برجر كينج نقول فعلا ان هو الراجل ده او البراند ده بيستخدم الديفرنشيشن ليه، لانه بيعمل ديفرنشيشن على مستويين، على مستوى البرودكت وعلى مستوى السيرفيس. تمام. كوكاكولا ليه؟ برغم ان هي عندها كوست ليدرشيب برضه، ليه؟ لان هي بتقدم كم كبير جدا. لكن هل كوكاكولا مش ويل ديفرنشيتد؟ لا ويل ديفرنشيتد. ليه ويل ديفرنشيتد؟ سي اس ار اكتيفيتيز بتعملها، ديفلوبمنت بتعمله، ماركتنج بتعمله بشكل عنيف جدا، بتهتم بالتيست بتاع البرودكت، بتعمل اوفرنجز جديده عشان تمشي مع مين؟ مع الهيلثي لايف ستايل اللي ابتدى يعمل ايه؟ يزيد بشكل عنيف جدا. فهي بتحاول تعمل ايه لنفسها؟ ديفرنشيشن بجانب الكوست ليدرشيب اللي عندها وعند مين. وبصراحه يا جماعه لما نيجي نشوف مثال زي الكولا زيرو، الكولا زيرو اتعمل لها ديفرنشيشن بايه؟ بالتيست. هو الدايت كوك فين دلوقتي؟ راح فين؟ في الديكلاين. المشكله الكبيره دلوقتي بقت فين؟ في دايت بيبسي، طعمه وحش جدا. كولا زيرو عملوا تشينج في التيست بتاعها او الكومبوننتس بتاعتها. لو انت ما خدتش بالك ربما ما تاخدش بالك اذا كانت ده زيرو او ريجولار كوك. ده نوع من ايه يا جماعه؟ نوع من الديفرنشيشن. انا بعمل حاجه اسمها ام بي دي، نيو برودكت ديفلوبمنت، وبعمله بشكل يكون فيري انوفيتيف، لان التيست هو اهم حاجه في اي سوفت درينك، فبالتالي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. تمام. مين البهوات دول؟ لاري بيج وسيرجي برين او براين، دول الفاوندرز بتوع جوجل يا جماعه، بتوع جوجل. شايفين يا جماعه لما الديفرنشيشن بيجي منين؟ They are holders in computer PhD in computer science Stanford University في كاليفورنيا. مش من جامعه محمد ابو الاخد، لا ده جامعه ايه يا جماعه؟ دول مين يا جماعه؟ دول الاونرز دي. ما هو انا عشان اكبر بزنس لازم ابقى انا كل الناس اللي انت شفتهم، بيل جيتس، ستيف جوبز، كل الناس دول فيري ويل ادوكيتد. ليه؟ عشان العلم اللي بيستخدموه. بعض الناس في مصر يقول لك ايه؟ يا عم ده كلام في الكتب. يا سيدي انا مش بقول لك اقعد على الكتاب، اقرا الكتاب وافهم ايه اللي حصل قبل كده، واعمل بنش مارك مع الناس العظيمه اللي قبل كده وطبق. هو انت كون انك اخدت دكتوراه او ماجستير وفشلت في البيزنس عشان انت مش عارف تطبق؟ مش عشان الكلام ده كلام كتب. هو كلام الكتب ده جه منين اساسا؟ جه من الواقع واتحط في الكتب. في مقوله كده لطيفه يا ريت تفكروا فيها، يقول لك ان اردت ان تصير عظيما فعيش مع العظماء، وان لم تستطع او لم يوجدوا في عصرك فاعمل ايه؟ فاقرا عنهم كثيرا. فانا عشان ابقى شخص عظيم لازم اعمل ايه؟ اشوف ستيف جوبز ده عمل ايه عشان يوصل. ايلون ماسك عمل ايه؟ جاك ويلش عمل ايه؟ الناس دي كلها اساطير يا جماعه، اساطير. طب اساطير ليه؟ عشان هو قدر يعمل لنفسه ديفلوبمنت عشان يوصل لهذه المرحله. ماشي. فيديكس، حد يفتكر الديفرنشيشن بتاعهم كان ايه؟ قلناها على لسان فريدريك سميث. كانت الله ينور عليك، راجل شاطر يا احمد. بي اس بي كانت ايه؟ برودكت سوري بيبل سيرفيس بروفيت. وقالها صراحة. اقفل يا احمد، عدي يا جوال السلايد اللي بعده. شفت قال لي هنا اهو، قال توتال كواليتي مانجمنت. ماشي. فريد سميث اند هيز توب اكزيكتيف فاوند فيديكس الاي دي اوف هايست كواليتي اوف سيرفيس. ماشي. 1980 هي هيلب ديفلوب ا مور كومبرهنسيف برو اكتيف كاستمر اورينتد ميجر اوف كاستمر ساتسفاكشن اند سيرفيس كواليتي. شايفين يا جماعه؟ احنا قلنا قبل كده اشهر تيست في الكاستمر ساتسفاكشن كان اسمه ايه؟ ايوه ام بي اس. ما ننساش الام بي اس. اختصار ايه الام بي اس؟ نت بروموتور سكور. شوف بقى، لا استنى شوف. فيديكس هاز 3 كوربريت جولز: بيبل سيرفيس اند بروفيت. سميث سمرايز، شوف بقى ده العصاره بتاعته في الاخر: When people are placed first they will provide the highest possible service and profit will be. شايفين يا جماعه الفكر الراقي بتاع الناس؟ بس بعض الناس في الكوست ليدرشيب يقول لك ايه؟ قص شويه من البرودكت كواليتي عشان توفر فلوس. ما انت لو قصيت شويه من البرودكت كواليتي عشان توفر فلوس، البرودكت مع الوقت هيعمل ايه؟ هيقع. ماشي. ديفرنشيشن ثرو الاي تي، اوبر
اوبر ليه ضرب التاكسي الابيض على قفاه؟ عشان عمل لنفسه ديفرنشيشن ببعض الايتيمز على راسها ايه؟ السوفت وير نفسه. حضرتك عايزه تاكسي، ليه تقفي تطلعي من بيتك توصلي لو انت ساكنه في حته هاديه شويه توصلي لغايه اول الشارع، ما يجي لك تاكسي لغايه هنا، هيجي لك ازاي التاكسي الابيض العادي؟ ما عنديش وسيله تو كوميونيكيت معاه، فانا هعمل هنا ايه؟ هعمل السوفت وير ده. مش كده بس، الراجل ده بيخلص من الاكاديميه هنا وبيرجع التجمع، فبيرجع لوحده، هو عايز يطلع سبوبه من الموضوع. طب واي نوت ان انا اخد حد معايا؟ طب انا هعرف ازاي؟ وهقلب تاكسي بقى بعد المحاضره ولا هعمل ايه؟ اروح مشغل، اوعى تكون بتعمل القصه دي يا باشا، اروح مشغل ال... وعلى فكره ده مش عيب يا جماعه، احنا بس في مصر بنبص للموضوع. هو كان اسمه ايه القصه دي؟ ان انا اركب حد معايا؟ لا، هي علاقه الكاربول بالموضوع ده. الكاربول لو احنا في طريق سريع انا مروح كده كده، فاخد الراجل ده معايا واخد منه فلوس. يا جماعه مش قلناها قبل كده على اير ان بي بي اير بي ام بي واوبر؟ انا هعمل الانوفيشن ده، حتى بنسميه ديسربتيف انوفيشن، يعني انوفيشن عمل ازعرينه في السوق. ليه راح واخد السوق ده؟ ريد اوشن استراتيجي ولا بلو اوشن استراتيجي؟ ده لسه هنتكلم على الريد اوشن والبلو اوشن. بلو اوشن هو يعني ايه بلو اوشن؟ طيب بس مش عايز اقولها بالظبط قوي كده، لان هو بيلعب فين دلوقتي؟ بيلعب في سوق الترانسبورتيشن، لكن هو نزل منتج خلى المنافس بتاعه ايه؟ لا لا مش بقول لك تعالى كده، خلى المنافس بتاعه ايه؟ جنب الحيطه. حتى بيتقال عليه جمله حلوه قوي، الريد سوري البلو اوشن استراتيجي، اتس استراتيجي ذات ميكس ذا كومبيتيشن irrelevant. شايفين الجمله حلوه ازاي؟ اتس استراتيجي ذات ميكس ذا كومبيتيشن irrelevant. سموها ليه بلو اوشن يا جماعه؟ عشان المحيطات الزرقاء محيطات ايه يا جماعه؟ هاديه، هاديه، ما هي عميقه. وبعدين المحيط الهادي اسمه ايه بالعربي؟ اسمه المحيط الهادي اللي هو الباسيفيك اوشن. يعني ايه هادي؟ ما فيهوش امواج، فاحنا ما فيش منافسه. طيب هل في الواقع في حاجه اسمها ريد اوشنز؟ لا، ده تعبير مجازي. جه منين التعبير ده؟ احنا بندبح في بعض، فعشان كده ابتدى يظهر دم. فهو مين اللي استخدم البلو اوشن؟ اوبر لما نزل بعد التاكسي الابيض. طيب كريم لما نزل بعد اوبر، ريد اوشن ولا بلو اوشن؟ ريد اوشن، لانه نزل بايه؟ بنفس البرودكت بالظبط. طيب مين اللي في الاثنين دول يا جماعه اللي انا مش محتاج فيه الكومبيتيتيف استراتيجيز؟ الريد اوشن ولا البلو اوشن؟ البلو اوشن. استخدم كومبيتيتيف استراتيجيز ليه؟ التارجت بتاعي انا كريد اوشن سوري كبلو اوشن مختلف خالص عن، لدرجه انه في كده مصطلح كتبه الراجل اللي عمل الاستراتيجي دي اسمه شيم كام، المساعده بتاعته اسمها ريني، دول كانوا في جامعه اسمها انسيت في فرنسا واتجوزوا عرفي بعد الاستراتيجي. قال ايه؟ قال احنا بالبلو اوشن استراتيجي وي ار تارجتنج نون كاستمرز. وي ار تارجتنج نون كاستمرز. قالوا له الجمله دي غريبه شويه، هو الناس بتروح لكاستمرز، يعني ايه نون كاستمرز؟ قال لهم انا بروح للنون كاستمرز بتوع مين؟ بتوع المنافس الحالي. فانا دلوقتي بالتاكسي بالاوبر انا بروح للنون كاستمرز بتوع مين؟ بتوع التاكسي الابيض. طب كانوا بيركبوا ايه قبل كده؟ يركبوا ليموزين، يركبوا اي حاجه، بس كانت هتبقى غالي بالنسبه له قوي. طب لما انا اجي اعمل له اوبر دلوقتي هروح له، لكن الشخص اللي بيكح تراب ده وبيستخدم التاكسي الابيض هتلاقيه مش هيجي لي. ليه؟ لان انا كاوبر اغلى من التاكسي الابيض. هو بيدور كمان في التاكسي الابيض على موديلات قديمه. ليه؟ لان بتوع الموديلات القديمه دول ما حدش بيركب معاه، فانا بستنى بقى لما اشوف عربيه هلكانه واقول له بكام يا ريس كذا، فده مش التارجت اودينس بتاعي. فانا رايح لمين؟ للنون كاستمر بتاع مين؟ بتاع المنافس بتاعي. دي طبعا احد الشركات اللي بتشتغل في نيش ماركت كده، فده اكشوالي از ا جود اكزامبل اوف ديفرنشيشن فوكس. هنا دي اسمها اورفا جينكس، دي شركه ادويه بتعمل ادويه مخصصه للحالات النادره. يعني مثلا هو بيقول لك هنا ايه؟ They are targeting segments، ممكن تلاقي السيجمنت في الاخر توتالي اقل من 200 الف بني ادم. يبقى هو بيعمل ايه؟ ممكن يكون مرض نادر اللي بيصاب بيه مثلا 1000 بني ادم، فانا بعمل ايه هنا؟ او 500 بني ادم، بعمل ايه هنا؟ رايح لتارجت صغير قوي. السعر هيبقى شكله ازاي؟ فيري هاي. ودي اكشوال يا جماعه اللي بتحصل احيانا، لما مثلا يروحوا للسيسي يقولوا له معلش الحاله دي حاله نادره، احنا عايزين شركه نوفارتس اللي بتعمل دواء، مش كان فيه الحاجه بتاعت ال 3 مليون كان ايه؟
ضمور العضلات. الدواء بكام؟ ب2.5 مليون. وفي واحد طفل من الاطفال اللي اخده حتى بعد ما اخده للاسف مات. بس في الاخر الشركات دي بتعمل الكلام ده لمين؟ للناس اللي تقدر تدفع. فعاده في معظم الدول بيبقى بيتيجي منين؟ بقرار من الرئيس الجمهوريه ان الراجل ده يتعالج على نفقه الدوله. يعني ليه؟ لانه انا عامله عشان الناس لو ده ابن حد غني جدا هيقدر يشتري، مش كده خلاص يبقى هو اكشلي ربنا يرحمه. ماشي يا جو، ده المثال اللي احنا قلنا عليه اللي هو وول مارت وكي مارت وتارجت، وقلنا مين اللي رقص في النص؟ كي مارت. وخلاص هو فين دلوقتي؟ في زبالة التاريخ. ماشي ماشي يا جو. ده اللي احنا قلنا عليه يا جماعه. معلش مش باينه قوي، انا عندي كوست ليدرشيب وديفرنشيشن على نفس المستوى. عندي الفوكس تحت، عندي اللي في النص ايه؟ ستاك ان ذا ميدل. ماشي يا باشا، ماشي خلاص. احنا قلنا الكلام اللي قاله. اي بي ام مثلا كان بيعمل ايه؟ بيعمل ايه في البرودكتس؟ كمبيوترز تو بوزيشن اتسلف از ايه؟ ديفرنشيشن استراتيجي. مين اللي جاله وضربوا على قفاه بالكوست ليدرشيب؟ ما لسه قايلينها. ديل خلاص راح. فين اي بي ام؟ خلاص راح في داهيه. مين بقى؟ احنا قلنا الهيرو اللي جه عمل تيرن اراوند في اي بي ام كان اسمه ايه؟ ما احنا قلنا الراجل اللي هو قال ان انا هرقص الفيله. مين اللي قال ان الفيل ما يرقصش؟ هو سيد ذات لويس جيرسنر. لويس جيرسنر. ماشي يا جو. طبعا احنا هنا بنتكلم على تويوتا. ماشي خلاص انا جبنا ماشي. ده المثال اللي احنا قلناه على مين يا جماعه؟ حد يفكرنا؟ نور. خلاص الناس شافت السوق. انه هنا الاستراتيجيه الاساسيه لماكدونالدز هي ايه؟ كوست ليدرشيب. واي نوت ما نهبش حته ديفرنشيشن. الواي فاي، الايشيان سالاد اللي هو قدمه ده حاجه هيلثي، الكراسي الاكثر راحه. فابتدى يعمل هنا حته، يعمل حته ديفرنشيشن. تمام ماشي. احنا خلاص اتكلمنا على ديل وعلى اتش بي. ماشي نيجي بقى للكوبريتيف استراتيجي. ارجع تاني جو. كوبريتيف استراتيجي هي ايه؟ كوبريتيف استراتيجي هي نوع من البيزنس استراتيجيز بتحصل بين ايه؟ بين منافسين، فاسمها كوبريتيف استراتيجي. قلنا امثله كتيره جدا ليها. يمكن ارجع للسلايد اللي قبله يا جو. كان في هنا مثال للبريتش ايرويز والامريكان ايرلاينز، كان في بينهم نوع من الكوبريتيف استراتيجي او الاستراتيجيك الاينس. انا هاخد الناس من كايرو لغايه هيثرو، وانت هتاخد الناس من هيثرو كده كده انت رايح شيكاغو هتروح واخدهم، فاحنا مستفيد وانت مستفيد. في مثال تاني لطيف، ديل واتش بي. ديل واتش بي كان في بينهم علاقه لطيفه جدا. ديل كان بيبيع البرنترز بتاعت اتش بي. ديل كان بيبيع البرنترز بتاعت اتش بي لغايه ما اشترى مين؟ ديل. لغايه ما اشترى كومباك. كومباك كان عندها ايه؟ برنترز. فتحولنا بقى انا كديل مع كومباك لايه بالنسبه لاتش بي؟ خلاص بقينا منافسين. ماشي سوري معلش عجزتهم. اتش بي وكومباك بقوا مع بعض. اتش بي كان بياخد كان بيبيع البرنترز بتاعت مين؟ بتاعت ديل. لما اتش بي بقى مع كومباك ومعاهم برنترز، يبقى دلوقتي ديل بالنسبه لنا ايه؟ منافس. فكان في كوبريشن اتحول بعد كده لكومبيتيشن. ماشي. انا عندي برنتر وعندك برنتر، نتعاون ازاي؟ ماشي ما فيهاش مشكله. بس ما هو المنتج مختلف، فما في لا المنتج مختلف، ده ليه ناس وده ليه ناس ثانيه. لكن انا واي نوت ان انا ما اكسبش ان انا ابيع شاشات للايفون؟ ايه المشكله؟ ما هو ده كوبريتيف استراتيجي. يس لا ما هو امتى بقى كومبيتيتور؟ لو اللي هيشتريني هو اللي هيشتري. هو انا كمان مش بعمل له المنتج كله، انا بعمل له قطعه منه، وانا لو ما عملتهالوش حد تاني هيعملها له، واعملها انا ايه المشكله؟ واكسب منه، وفي نفس الوقت انا هتخانق معاه او هخبط فيه بما يرضي الله. ماشي يلا جو عدي السلايد ده. ماشي في شويه حاجات انزل فيها جو معلش. في صوره كده هتظهر دلوقتي. لا الصوره دي ايوه نتف معلش احمد. دي اشكال الكوبريتيف استراتيجيز. عندنا كونتينيوم اوف استراتيجيك الاينس، ثلاث حاجات.
كونسورشيا، سمعنا الاسم ده قبل كده او كونسورشيوم، اسمه صعب شويه، وحاجه اسمها جوينت فينتشرز او لايسنسنج او فرانشايزنج، والحاجه الثالثه اسمها فاليو تشين بارتنرشيب. اني هاو عدي يا جو، ماشي عدي ماشي اوكي. ده مثال لطيف ما قلناهوش قبل كده على الجوينت فينتشر. بروكتر اند جامبل مع كلوركس، قال لك احنا عايزين نعمل ايه؟ نعمل اغلفه للمنتجات الغذائيه. فهنا تو برودوس ايه؟ فود ستورج رابس. بي ان جي دخلت بايه يا جماعه؟ دخلت بالتكنولوجي بتاعها وموظفين بتوعها، وكلوركس دخلوا بايه؟ دخلوا بالرو ماتيريالز الباكس، وعملوا شركه ثالثه. الشركه الثالثه دي هي اللي بتعمل المنتج ده. ماشي، نقف بقى هنا شويه. جبنا سيره ما يسمى البلو اوشن استراتيجي والريد اوشن استراتيجي، عايزين نركز فيها يا جماعه. ويعني هكتب حاجه وبعدين هسال سؤال على الحته دي. البلو اوشن استراتيجي تساوي حاجه اسمها فاليو انوفيشن، والفاليو انوفيشن يساوي الفاليو كرييشن بلس الانوفيشن. تقول لي اقسم بالله العظيم ما انا فاهم حاجه من اللي مكتوب. طيب نفسر دول فهنفهم دول. الفاليو انوفيشن يعني انا عايز ازود الكاستمر فاليو، حلو. والانوفيشن ان انا بقدم نون تراديشنال برودكتس، كويس جدا. السؤال هنا هو انا ممكن اعمل انوفيشن من غير ما يكون لي تاثير ايجابي على الفاليو كرييشن ولا لا؟ السؤال العكسي، ممكن اعمل فاليو كرييشن من غير ما اعمل انوفيشن ولا لا؟ فانا عندي سؤالين، واحد رايح والتاني راجع. السؤال الاول، ممكن اعمل انوفيشن والانوفيشن ده does not increase the customer value، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ممكن اعمل انوفيشن بس الانوفيشن ده ما يزودش الفاليو اللي رايحه للكاستمر؟ ينفع يا جماعه. امتى؟ لو الانوفيشن ده از نوت ماتشنج الكاستمر نيدز. طب ما خلاص، ما هو يبقى ينفع اهو. ماشي، يعني هقول لكم مثال لطيف على القصه دي. فيليب موريس في بدايه الالفينات كان عليها هجوم شديد جدا مما يسموا بالبريشر جروبس، زي الانيمال، زي الجرين انفايرمنت، الكلام ده كله. فقال له طبعا عايزين نرضي الناس دي عشان ما يقرفوناش، فهنعمل ايه؟ ندرس السيجاره. فدرسوا السيجاره، لقوا انه 70% من الدخان بيطلع وانت ماسك السيجاره في ايدك بتتحرق، و30% وانت بتاخد نفس على صدرك. قال لك حلو قوي، تاهت والاناه. هنشيل الورق الطبيعي اللي احنا بنلف بيه، التبغ اللي احنا بنقول عليه في مصر هنا ورق الايه؟ البفره. انت واضح ان انت مؤمن قديم، سوري، مدمن قديم يا حلو. ونحط ايه بقى يا جماعه؟ ورق تاني معدل الاحتراق بتاعه ايه؟ بطيء. فانت طول ما انت ماسك الورقه في ايدك، سوري السيجاره في ايدك، الدخان اللي هيطلع ده هيبقى ايه؟ عدده ايه او كميته ايه؟ قليله جدا. حلو جدا. احنا رضينا مين هنا؟ البريشر جروبس. عملوا المنتج بنفس التيست وبنفس البرايس، نزل 3 شهور فقط في السوق الامريكي وفشل وخرج تاني. حد يعرف فشل ليه؟ عشان هو عمل انوفيشن حضرتك مش عايزه. طب ليه؟ بعد ما عملوا دراسه بعد القصه دي، لقوا ان السموكرز الساتسفاكشنز بتاعهم بيجي من حاجتين، الدخان اللي بياخده على صدره، والدخان اللي بيشمه وهو ماسك السيجاره في ايده. فانت عملت انوفيشن عشان ترضي مين؟ بريشر جروب. لكن تجاهلت مين؟ الكاستمر. ادي انوفيشن داز نوت انكريس كاستمر فاليو. طب سؤال عكسي بقى، ينفع ازود الكاستمر فاليو وذاوت انوفيشن؟ ينفع. الازازه دي 600 مللي ب 5 جنيه، خليتها 700 مللي ب 5 جنيه، او 600 مللي ب 5 جنيه خليتها 600 مللي ب 4 جنيه. خلاص انا عملت ايه هنا يا جماعه؟ زودت الفاليو كرييشن للكاستمر، لكن ما عملتش ايه؟ ما عملتش انوفيشن. طب نفس المثال، لو جبت الازازه دي، في اكتر من شركه بره عملت القصه دي، رحت عامل الارم في الغطاء عشان حضرتك كسيده عايزه كل شويه كل ربع ساعه يحصل صوت كده يفكرك انك تشربي. هنا انا عملت انوفيشن يزود الكاستمر فاليو ولا لا؟ اه.
ده اتعملت بره وكسرت الدنيا الفكره دي. كان في بعض الناس في مصر بيحاول يعمل ايه، يجيب الازازه من بره ويحاول يعيد ملقها ويظبط التايمر، خلاص يا باظت يا بتعمل وانس. انا عملت كده ليه؟ انا عملت انوفيشن، مين اللي عايزه؟ الكاستمرز. يبقى بالتالي الفاليو انوفيشن اللي هي بتساوي الفاليو كرييشن زائد الانوفيشن، اعمل لي انوفيشن ذات ويل انكريس كاستمر فاليو. طيب حلو قوي. لو انا عايز اخد البي او اس واربطها بالكوست ليدرشيب والديفرنشيشن والفوكس، تسمع اكتر فين؟ تسمع في الديفرنشيشن. ممكن تسمع في الفوكس ولا لا؟ ممكن تسمع في الفوكس. عاده هيبقى صعب قوي ان يبقى في بلو اوشن استراتيجي فين؟ في الكوست ليدرشيب، لان البلو اوشن استراتيجي اتس ايكوال تو فيري هاي برايس. حد يعرف الموديل ده في او الاستراتيجي دي في الماركتنج كان اسمها ايه؟ ان انا احط فيري هاي برايس عشان الناس تو اسيوم ان وانس ذا برايس از هاي ذا كواليتي از هاي. كان اسمه ايه النوع ده من البرايسنج؟ هو ماشي داخل في السكيمنج، اسمه سايكولوجيكال برايسنج. اللي هو ايه السايكولوجيكال برايسنج؟ الغالي ثمنه فيه، فانا بحط سعر غالي عشان ارفلكت للناس انه اكشولي ايه. عايز اقول لكم كان دي حد حكى لي القصه دي، كان بيشتغل في رجال الله، انه حصل او سوري او جهينة على ما اعتقد، انه حاجه من اثنين مش فاكر كان مين فيهم، انه لما نزلوا السكيم دي ملك اعتقد كانت جهينة، فكان ما بيبيعش كويس. فلما جه الاونر بيسال التيم بتاع الماركتنج والسيلز، هو ليه البرفورمانس بتاع المنتج وحش؟ قالوا له مش عارفين. قال لهم سعره كام بالنسبه للفول كريم؟ نفترض قالوا له الفول كريم ب 10 جنيه والسكيم دي ب 8 جنيه. قال لهم خلي السكيم دي ب 12 جنيه. قالوا له ازاي ده ما بيبيعش؟ قال لهم ربما يكون الناس شايفينه عشان هو ب 8 جنيه ان في حاجات متشاله منه، ده معناه ايه؟ ان هو اقل في القيمه منين؟ من الفول كريم. لما نزلوا سعره، سوري لما رفعوا سعره، ايه اللي حصل في سعر المنتج؟ ابتدى يبيع. ده السايكولوجيكال برايسنج، ده السايكولوجيكال برايسنج اللي هو دايما الناس بتربط الهاي كواليتي بالهاي برايس. طيب نمشي كده شويه، ادي اللي قدامك البحرين او المحيطين الاحمر والازرق، ماشي ماشي يا جو. هنا بنتكلم على، احنا في البلو اوشن استراتيجي بنتكلم على الكرياتيفيتي والانوفيشن. اعتقد احنا قلنا قبل كده ايه الفرق بين الكرياتيفيتي والانوفيشن، ولا ما قلناش؟ لا انا ما قلتش كده. احنا قلنا الكرياتيفيتي ثينكينج، الانوفيشن اكسكيوشن. فهو عايز يقول ايه؟ ان في شركات كتيره جدا زي زيروكس طلعوا افكار حلوه قوي بس نفذوا حاجات قليله جدا منها. فعشان كده جت زيروكس في فتره من الفترات عملت ايه؟ خرجت من الماركت. لكن الشطاره انك تعمل ايه زي ابل وزي الناس دي، حط لي طلع اعمل برين ستورم وطلع ا لوت اوف ايدياز ذن ابتدي اعمل ايه؟ اعمل الاكسكيوشن. ماشي جو؟ ده برضو كان مثال لطيف جدا على ازاي الانوفيشن بيضرب اللي قبلك على قفاه. نتفليكس مع مين؟ مع بلوك باستر. خليك انت في بلوك باستر في ايه؟ في شرايط الفيديو. انا رايح بقى للسي ديز والاونلاين ستريمينج، وانت بقى قابلني بقى بعد كده، خلاص انت كده طلعت من البيزنس. ماشي. نتفليكس قطع نفس بلوك باستر في ايه؟ تكنولوجي، كوست، كاستمر ريليشنز، انوفيشنز، كل ده خلى نتفليكس هي الدوميننت وبلوك باستر اوت اوف ماركت. ماشي. ده المعادله اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. عايزين نركز شويه في السلايد ده، غريب شويه السلايد ده يا جماعه، غريب شويه. السلايد ده انا مش عايز اقول حاجه فيه واسمع منكم. بصوا كده فيه لمده دقيقه. في حد بيفكر في الانتحار؟ احنا في الدور الرابع ويجوز. طب اسهلها لكم شويه، اسهلها لكم شويه. هو يعني ايه بزنس لونش بالريد اوشن او بالبلو اوشن؟ هي دي كانت معموله على مجموعه شركات، لكن هنفترض جدلا ان هي شركه واحده. نفترض جت شركه اكس السنه اللي فاتت عندها 100 ام بي دي نيو برودكت ديفلوبمنت، هينزلوا 100 منتج جديد. 8 سوري 86 منتج من ال 100 نزلنا بيهم ايه؟ ريد اوشن. 86 ريد اوشن استراتيجي.
الباقيين كام؟ 14 لوشن استراتيجي. حلو. لما ال 86 دول يحققوا لي 62% من الريفينيو، ده كلام منطقي ولا لا؟ منطقي. لما ال 14 دول يحققوا لي 38% تمشي منطقي. لكن الغريب ان ال 86 منتج دول يجيبوا لي بس 39% من البروفيت، في حين ال 14 منتج دول يجيبوا لي 61% من البروفيت. حد يفسر لنا الكلام ده ليه؟ البلو اوشن استراتيجي الفيري سيجنيفيكانت افكت بتاعها مش على الريفينيو، على البروفيت. ليه؟ كومن سنس. ليه؟ حلو جدا. طب كل ان الماركت ملوش منافسه ده معناه ايه؟ ان انا مش هصرف على الكومبيتيشن. هو اوبر لما نزل مصر يا جماعه اول حاجه صرف عليها كانت ايه؟ وبعد كده وقف، صرف على ان الناس تعرف يعني ايه اوبر وتعمل داونلود للابلكيشن. بعد سنه او سنه ونص ايه اللي حصل؟ اختفى تماما. ظهر امتى تاني؟ اول ما نزل له كريم ابتدى يعمل كامبينز كتير عشان يعمل ديفرنشيشن. بعد ما اشترى كريم ايه اللي حصل؟ راح مع المريخ. ليه؟ انت معايا في الاثنين. دلوقتي هيبتدي يظهر شويه عشان ان درايفر والحاجات اللي، رغم ان هم يعني بلايرز برضه ستيل اللي هم ضعاف مش اقوياء، لكن وارد ان هم لو ابتدوا يشدوا حيلهم هيبتدي يعمل ايه؟ فانا ليه البروفيت عندي بتبقى عاليه جدا في البلو اوشن استراتيجي؟ ذير از نو دايركت كومبيتيشن، ذير از نو دايركت كومبيتيشن. فبالتالي انا خلاص انا بعمل اويرنس عن نفسي ولاول ما انزل، وبعد كده خلاص انا مش محتاج اعمل حاجه، انا لوحدي في السوق. اللي عايز تاكسي بشكل محترم هيجي لي انا اوبر. غير كده خلاص روح بقى للتاكسي الابيض اللي انت كنت فيه. يلا جو. ايه بقى الاستراتيجي كانفاس؟ كلمه كانفاس يعني ايه يا جماعه؟ حد يعرف كلمه كانفاس يعني ايه؟ اللي هي بنقول عليها كانفا بالفرنش، لما يعني ما كانوا بيعملوا ايه بالخيط ده؟ يقول لك بتشتغل كانفا، كانت بتعمل ايه؟ صوره. فكلمه كانفاس معناها صوره او رسمه. كويس قوي. ايه بقى هو الاستراتيجي كانفاس وايه علاقته بيه؟ ده احد ادوات البلو اوشن استراتيجي. يقول لك دلوقتي عشان تطبق البلو اوشن استراتيجي اعمل لي اكس اكسس واي اكسس. الاكس اكسس دي او سي، هو هنا مكتوبه درايفري، سوري اندستري درايفر فاريبل، سوري. احنا بنسميها احيانا دي او سي، درايفرز اوف تشويس. يعني ايه درايفر اوف تشويس؟ يعني انا هرسم مثلا الكانفاس دي لعربيات بي ام والمنافسين بتوعها. فانا هاجي هنا هقول هو ايه اللي بيخلي الناس يشتري عربيه في الفئه دي؟ البرايس، السيفتي، البرستيج، الافتر سيل، الريسيل، وهكذا. طيب حلو، يبقى الاكس اكسس هو يمثل ايه؟ الفاكتورز اللي على اساسها الكاستمر بيعمل ايه يا جماعه؟ بيختار المنتج. طيب الواي اكسس السكور بتاع كل ايتم. طب انا مين؟ انا دلوقتي بي ام. هنفترض جدلا انه فولفو نزلت في الاول وبعدين مرسيدس وبي ام هتنزل دلوقتي. بي ام قررت يا شادي انها تعمل ايه؟ ان هي تنزل بالبلو اوشن استراتيجي. هتعمل ايه؟ او خلينا ناخد المثال بتاع اوبر عشان نكمل عليه. انا كاوبر عايز ارسم الاستراتيجي كانفاس لمين؟ للتاكسي الابيض. فهاجي اروح اشوف هو سعره ايه؟ سعره قليل. السيفت بتاعته برضه سيئه. البرستيج ضايع. هنا ما مش هنطبق عليه الافتر سيل واحد. فاجي اروح راسم كده اهو. ماشي. حلو جدا. بعد ما الرسمه اللي انا رسمتها دي هتبقى ايه؟ وايت تاكسي از از. ده الوضع الحالي بتاع الوايت تاكسي. حلو جدا. اروح نازل للكاستمرز. اسالك اربع اسئله. ايه اللي حضرتك عاجبك في التاكسي الابيض؟ ده اول سؤال. ايه اللي مضايقك من التاكسي الابيض؟ ايه اللي نفسك تشوفه في التاكسي الابيض ومش لاقيه؟ ايه اللي خانقك في التاكسي الابيض؟ انا سالت كام سؤال يا جماعه؟ اربع اسئله. بناء على الاربع اسئله دي هحط استراتيجي او فور اكشنز اسمهم ار ار اي سي. اللي عاجب الناس في التاكسي الابيض ده الار الاولاني، اي ويل ريز ات وذ اوبر. اللي مضايق الناس في التاكسي الابيض، اي ويل ريديوس ات وذ اوبر.
اللي خانق الناس في التاكسي الابيض هعمل ايه؟ اليمينيت. مفيش فصال في التاكسي في اوبر. اللي الناس مش لاقياه في التاكسي الابيض وعايزينه عندي ان التاكسي يجي لغايه البيت اعمل ايه؟ كرييت. شايفين الراجل العبقري اللي عمل اسمه شيم كام؟ المساعده بتاعته اللي هي جوزها عرفي اسمها ريني. والجامعه بجد ايه يا راجل انا بهزر اسمها انسيب في فرنسا. سوري؟ جوز عرفي في انسيب. طيب هل العبقريه اللي قالها دي مش عبقريه بس هي كومن سنس بس ما جاتش في دماغ حد غير الراجل ده. هعمل انا ايه بقى؟ هعمل رسمه تانيه بالمنظر ده. واكتب عليها ايه؟ اوبر ايه بقى؟ تو بي. اوبر تو بي بدأ ان هعمل فيه ايه يا جماعه؟ هصنعه بقى خلاص، هنزل للسيرفيس دي، بس هعملها ازاي؟ بالرسمه دي. فهمنا يعني ايه استراتيجي كانفاس وبنمشي الخطوات ازاي؟ طيب، خلينا نشوف كيس هم عملوها في 2010 على ما اعتقد على ايفون، لان ايفون او ابل استخدمت في الايبود والايفون والايباد نفس الاستراتيجي دي، كسروا الدنيا. الاستراتيجي اتعملت في نسيت في فرنسا 2001. طبعا بنزعل لغايه دلوقتي في مصر في ناس ما تعرفش يعني بلو اوشن استراتيجي وريد اوشن استراتيجي. طيب نقفل يا احمد. يلا جو. ماشي؟ ادي الايفون اهو، انزل يا جو. اهو. اثبت يا جو. الكلام ده في 2006. هي الكيس اتعملت في 2010 2012. لكن اللي حصل ده كان في 2006 اللي هو ايه؟ ايفون نازل دلوقتي. قال لك هنشوف الناس بتختار على ايه؟ في الوقت ده الناس كانت بتختار على البرايس، فرايتي اوف مودلز، نمبر اوف فيزيكال بوتونز، بزنس ابلكيشنز، بي سي لايك بيرفورمانس، موبايل انترنت، ستايل اند فن، ايز اوف يوز. والسكورنج بتاع الفيتشر فونز هو ده. فيتشر فونز اللي هم ايه يا جماعه؟ اللي هم مين؟ نوكيا اللي هو التليفونات اللي هي بالزراير الفيزيكال خلاص دي اسمها ايه فيتشر فونز اللي مع حبيبنا بتاع المخابرات دلوقتي. ماشي ننزل. طب بص ليه يا جو. طيب مين ده؟ البلاك بيري. مين ده؟ البلاك بيري. ايه بقى البلاك بيري ده؟ اسمه معلش الاس طايره سمارت فون. حلو بحطها يا جو بعد ما اخلصها. البرايس عالي، عدد الموديلات قل. نوكيا كان بينزل في المره كبشه موديلات. الزراير في الجهاز زادت. البلاك بيري كان في زراير طالعه في قفاه من كتر ما في زراير. بزنس ابلكيشنز عاليه، بي سي عالي، موبايل انترنت عالي، ستايل اند فن. سوري الايفون سوري البلاك بيري كان جهاز مقرف. الايز اوف يوز نفس الفكره. انا مين بقى دلوقتي؟ انا ايفون. يبقى ده الاز از بتاع نوكيا والاز از بتاع مين؟ بلاك بيري. انا هركز اكتر مع مين؟ مع بلاك بيري عشان هو الجيل اللي قبلي على طول. عايز انزل انا بمين؟ بايفون. يلا يا باشا واحده واحده بقى. شو ايه اللي هقلله؟ يلا شو هشيله خالص. فرايتي اوف مودلز، هو موديل واحد بس هينزل كل سنه. هي مره او اتنين بس اللي حصل فيها اكسبشن، لكن هو موديل واحد بس اللي بينزل في السنه. طيب ايه اللي هريز؟ ايه اللي هزوده عندي في الايفون اكتر من البلاك بيري؟ الموبايل انترنت، الستايل اند انترتينمنت، الايز اوف يوز اند سمبلست. حلو. بعدين ايه اللي هقلله؟ عدد الزراير. الايفون عدد الزراير فيه من الفعليه ما يطلعوش اربعه او خمس، اربعه غالبا. البيزنس ابلكيشنز دي قرفك. انتوا فاكرين زمان بلاك بيري كان بيحط لك امبيدد بزنس ابلكيشن، لو انت مش عايزها كنت بتعمل ايه؟ تروح عند واحد تحت السلم تقول له اكسر لي الشفره بتاع الجهاز وحط لي الابلكيشن الفلاني. طب انا اعرفك ليه؟ ليه احط لك حاجه ربما انت مش عايزها؟ البي سي لايك لايك بيرفورمانس ليه؟ هو ده مش لابتوب، ده تليفون، ليه اعمله لك بي سي لايك؟ فانا هقلل دي. مين بقى الحاجه اللي هو عمل لها كرييشن؟ لو حد شاطر يا جماعه، ايه الحاجه اللي عمل لها كرييشن؟ ابل ستور. حضرتك عايز اي ابلكيشن في الدنيا ادخل على ابل ستور ونزل الابلكيشن ده خلاص بقى معاك. يبقى ده الاستراتيجي الاخيره او الاكشن الاخير اللي هي كرييت. تعالى بقى نشوف الرسمه تاني وركزوا يا جماعه، الرسمه حلوه قوي اللي هتظهر دلوقتي. احنا لغايه دلوقتي اللي شفناه قبل كده. جو دلوقتي هيدوس هتظهر فقره الساحر. يلا جو دوستين، ادي اول دوسه اهو.
الكلام ده مش تأليفنا يا جماعه، دي كيس دي معموله في انسيت. البرايس عالي، النمبر اوف مودلز او فرايت اوف مودلز قلت، فيزيكال بوتنز قلت، بزنس ابلكيشنز قلت، بي سي لايك بيرفورمانس قل، موبايل انترنت عالي، ستايل اند فن عالي، ايز اوف يوز عالي، كاستمايزيشن او الابل ستور ظهر ما كانش موجود. دوس التكه اللي جايه دي بتاعت فقره الساحر بقى. عمل ايه بقى في الرسمه كده؟ كملت. فاللي اليمينيت حط فوقي اليمينيت، اللي ريديوس حط فيه ريديوس، اللي ريز حط فيه ريز، وفي الاخر خلاص حط ايه؟ حط الكريت. شفنا الكيس يا جماعه، شفنا الشركات العظيمه ازاي بتحط استراتيجيز عشان. طيب عايزين حد شاطر يعني، خلينا ناخد مين؟ تعال يا هناء. قلت لك يا ريت وما كان عارف اسم النهارده. عارفين انا بس بعمل معاكم شويه حاجات كده، تباديل وتوافيق، ميكس اند ماتش، عشان الدنيا تثبت في دماغكم. انا لو عندي بلو اوشن استراتيجي عايز اركبها مع كومبيتيتيف استراتيجيز، وعايز اركبها مع البورتر 5 فورس موديل، تقدري تعملي لي علاقه بين الثلاثه دول سواء شرعيه او غير شرعيه؟ واتفر. سوري. طيب احنا الحته الاولانيه دي انا اولوست قلتها من شويه، ازاي الكومبيتيتيف استراتيجي ممكن يساعدك انك انت تلعبي، سوري، ازاي البلو اوشن استراتيجي ممكن يساعدك على انك انت تو كومبيت. هتفكر ولا لا؟ حلو جدا. يبقى ده هيسمع هنا فين؟ في الديفرنشيشن. ما هو الفاليو انوفيشن اللي هنا هيؤدي الى ديفرنشيشن، يعالج لي مشكله هنا. ما هو ده اناليسيس يا جماعه، ده اناليسيس وده استراتيجيز وده استراتيجيز. حلو جدا. مش احنا قلنا الناس الشاطره بتربط كل ما هو في الاناليسيس فوق في الاستراتيجيك بلان مع الاستراتيجيز؟ اه. يبقى ايه؟ يقلب هنا على البورتر 5 فورس في ايه؟ هيقلبني الانتري، انتري بارير. ادخلي هنا. اللي هي كانت في المنتصف اللي هي الرايفري. ايوه. حلو جدا. ماشي. هيلعب على حتتين، على الرايفري وعلى ايه يا جماعه؟ اتفضلي هنا. وعلى البارجنينج باور بتاعت مين؟ بتاعت البايرز. لو افترضنا ان البايرز هم الاند يوزرز، طبعا احيانا بعض الناس استراتيجيك مانجمنت بيقول لك البايرز مقصود بيهم الانترميدياريز، بس لو افترضنا ان البايرز دول هم الاند يوزرز، يبقى انا هنا لما بعمل ديفرنشيشن الكاستمر بيجي بالجزمه يشتريني ليه؟ عشان انا ويل نون، عشان انا ويل ديفرنشيتد، عشان انا انوفيتيف. شفنا يا جماعه حلو قوي ان وانت بتعمل الاناليسز تبقى شايف، طب الحته دي في الاناليسز لو هربطها في الاستراتيجي هربطها بايه؟ يعني انت حطيت لي فوق فيري هاي بارجنينج باور اوف كاستمرز وكاتب لي بين قوسين اند يوزرز، حلو قوي. جيت تحت ما شفتش حاجه في الاستراتيجيز تعالج لي المشكله اللي فوق، يبقى انت اللي بتعمله ايه؟ عامل لي كل حته في الاستراتيجيك بلان رايحه فين؟ رايحه في اتجاه مختلف. اللي احنا بنقوله ده يا جماعه كلام تقيل، انت محتاج تفهمه كويس، وانا عارف انتوا هتحتاجوا تقروه مره واثنين وثلاثه وتسمعوه مره واثنين وثلاثه عشان تعرف الربط ده. لو ما عملتش الربط ده يبقى انت مش راجل، ما عندكش اي استراتيجيك مايند سيت خالص. سهل يا جماعه اللي انا بقوله ده ولا صعب؟ طب كومن سنس ولا لا؟ كومن سنس. ماشي يا جو. معلش استاذنك يا مهند. هنا برضو دي ارتكل كانت مكتوبه على مين؟ على بادي شوب. ان هم في الاول كانوا بيلعبوا ريد اوشن وابتدوا اوفر تايم ان هم يروحوا ناحيه الايه؟ البلو اوشن. افتح يا احمد. انا مش عايز اجيب السلايد عشان ما نشوفش. حد نقدر نقول ازاي بادي شوب ابتدوا يلعبوا بلو اوشن استراتيجي فابتدوا يدوا المنافسين بتوعهم على قفاهم شويه؟ حلو جدا. اول حاجه ناتشرال برودكتس، فادي حاجه بتعمل لي ديفرنشيشن، فده بلو اوشن استراتيجي. حاجه تانية مهمه جدا يا جماعه، حاجه مهمه جدا طبعا ما بتتقدرش في مصر قوي لكن بتتقدر في امريكا وكندا قوي. حلو جدا.
لما تسمع كلمة بودي شوب أو بودي شوب لازم تفتكر السي اس ار. اللي هي ايه السي اس ار؟ الكوربريت سوشيال ريسبونسبيليتي. عملوها ازاي؟ عملوها في صورة اكتيفيتيز بتسبورت المجتمع، ما بين اويرنس على امراض معينة، ما بين ديفلوبمنت للناس. وحاجة تانية حلوة جدا عجبت الناس بره، اللي هي ايه؟ احنا ما بنعملش تيستينج على الانيمالز، ما بنعملش انيمال تيستينج. فبتوع الانيمال رايتس بره ابتدوا يعملوا ايه؟ يحبوا بودي شوب او بودي شوب. ليه؟ انتوا ناس محترمين بتحافظوا على ايه؟ مين العكس؟ بروكتر اند جامبل معظم الاستاديز بتاعتها بيعملوها على ايه؟ على حيوانات التجارب. هو قال لك لا انا مش هعمل على حيوانات التجارب. ليه؟ لان انا اكشلي دول ارواح. وبره they are supporting فكره ان الانيمال رايتس هو مش ليه انت تعمل عليه اختبار؟ ليه؟ فطبعا دي كانت احد الحاجات المهمه جدا اللي حركت حاجتين الاساسيين دول، اللي خلى بادي شوب يتحرك من الريد اوشن للبلو اوشن. ماشي يا جو؟ ماشي. في حاجه كنا جبنا سيرتها قبل كده كانت اسمها اف ام اي، فيرست موفر ادفانتج. يعني انت بالبلدي بتتحرك وكله بيمشي وراك زي الخرفان. تعرفين ليه بيقولوا دايما على الخرفان ان هم يعني بيمشوا ورا اي حاجه؟ عشان الخرفان اللي منكم بيطري الديفلوبمنت بتاع المخ بتاع الخروف هو اقل حيوان في الحيوانات كديفلوبمنت. يعني ما مش تعرفوا الكلام ده عشان ما عشتوش في ارياف ولا حاجه. في القرى لو حمار مشيته بعيد عن بيته شويه، طبعا مش هتمشيه ميل ولا حاجه، يعرف يرجع ولا يرجع. الخروف ما يرجعش. الخروف دايما عايز ايه؟ عايز حد يمشي. فانا مش عايز. هو اسمها ايه سياسه القطيع دي؟ قلناها لما جبنا سيره الدلفي تكنيك، وقلنا ساعتها خروف استراتيجي وانتوا قلتوا لا. الفانكشنال استراتيجيز رايحه لمين؟ للديفرنت فانكشنز اللي هم مين؟ اتش ار استراتيجي، سيلز استراتيجي، ماركتنج استراتيجي، اوبريشنال استراتيجي، اي تي استراتيجي. كل ده عشان كده بقول لكم يا جماعه الماده دي عامله زي المقشه لما كل حاجه ليه. لان اللي احنا هنقوله هنا هيرمي شويه على الماركتنج لما نتكلم على الماركتنج استراتيجي، هيرمي شويه على السبلاي تشين لما نتكلم على الاوبريشن استراتيجي، هيرمي اكشولي على الفاينانس والاكاونتنج لما نيجي. الحته الوحيده اللي انتم ما اخدتوهاش في الام بي اي هو السيلز، ما عندناش سيلز في الام بي اي. فمش يعني ننزل كده جو شويه. خلاص احنا قلنا الفانكشنال استراتيجي على مستوى اكشولي الديفرنت فانكشنز. لو انا هتكلم على الماركتنج استراتيجي عايز اسمرايز ات في كلمتين صغنطتين، فانا هحط الماركتنج استراتيجي حاجتين ثلاثه مهمين. هحط الكومبيتيتيف استراتيجي، هخبط في مين؟ الجروث استراتيجي، هكبر ازاي؟ ودي كانت مين يا جماعه؟ دي كانت بورتر، وده كان مين؟ وده كان انسوف. برضو من ضمن الاستراتيجيز اللي احنا بنحطها الاس تي بي، سيجمنتيشن تارجتنج اند بوزيشننج، ده بيعتبر استراتيجي. بنكملها بحاجه بيختلف عليها شويه ما بين ان هي استراتيجي او تاكتكس، اللي هي مين؟ اللي هي السيفن بيز. كانت زمان الفور بيز وبقت السيفن بيز. اللي هي مين بقى السيفن بيز؟ اي حاجه بقى عشان الكاميرا. ها مش عايزهم بالترتيب. People بالترتيب. Products. Price. Place. Promotion. People. Process. Physical evidence. اتفضلي يا فندم اللي ورا وعندها سؤال، اتفضلي. ايه سوري؟ يعني منطقي ان انا احط برايس قبل ما اعمل البرودكت على الاقل الاربعه دول. هم منطقي الترتيب بتاعهم كده. عندي منتج بسعره، بعد ما اسعره بشوف يتباع فين. عشان يتباع لازم اعمل عليه دعايه. يعني الدعايه دي ما تنفعش غير لما على الاقل من 70 ل 80% من الاوتلتس يبقى المنتج موجود فيها. انا هنزل تي في كامبين، حضرتك تنزل تدخل السوبر ماركت اللي تحتك تسال على شاي مثلا اسمه شاي ليبتون، مفيش يا ابني ما انزلش لسه بيه. سأل مره واثنين ايه اللي هيحصل؟ مش هتروح تشتري. فهي ليها ترتيب منطقي فعلا. طيب دول اسمهم 7 بيز. على الناحيه الثانيه بنسميهم 7 سيز. ايه الفرق بين ال 7 بيز وال 7 سيز؟ ال 7 بيز الماركتنج ميكس من وجهه نظر مين؟
كومباني. ال 7 سيز الماركتنج ميكس من وجهه نظر الكاستمر. البرودكت هو عباره عن ايه؟ كاستمر سولوشن او احيانا بيسموه فاليو. البرايس هو ايه؟ كوست. البليس هو ايه؟ بليس بالسي سوري معلش يبقى ايه؟ كونفينينس. يعني ايه كونفينينس؟ انا عايز المنتج يبقى محطوط في اماكن مريحه بالنسبه لي ما يقرفنيش، ما اروحش امشي مسافه بعيده. البروموشن ادي سهله. بروموشن بالسي كوكو الضعيف ولا ايه؟ كوميونيكيشن يا جماعه اسمها اسمها احيانا بروموشنال استراتيجيز او كوميونيكيشن استراتيجيز، يبقى السي دي كوميونيكيشن. طيب البيبل كونسيدريشن، البروسيس كوردينيشن، الفيزيكال ايفيدنس كونفيرميشن. واكتب كده وعجبي في الاخر. طيب الاربعه الاولاني منطقيين. هو كلمه كونسيدريشن يعني هو مين؟ وخلينا نشرحهم هنا. هو البرودكتس هو الحاجات اللي انا بقدمها، بتتقسم لنوعين، يا سيرفيسز يا ايه؟ يا جودز. لا ما ينفعش تقول لي برودكت، ما ينفعش احط برودكت تحت برودكت، ما ينفعش يبقى التايتل والسب تايتل نفس الحاجه. يبقى البرودكتس ويل بي سب ديفايدد انتو ايذر سيرفيسز اللي هي انتنجبل اور جودز ويتش ار تنجبل. الجودز كان بي further classified into either B2B goods زي raw materials والsupplies و B2C goods. ال B2C goods will be classified into three or four items: convenience وshopping وspeciality وunsold. سيبك من الunsold. convenience زي مين؟ زي العيش والجرايد والخضار والفاكهة. shopping زي ايه؟ زي اللبس، زي موبايل، زي عربية عادية. سبيشاليتي زي ايه؟ زي مثلا ماشي عربيه مثلا جاكوار، زي دماس. ارم هنا في مصر عارفين ارم؟ ارم بيبيع فين؟ في فيلل، عنده مش عارف في الكوربه، وعنده فين وعنده فين. حاجه تدخل تقعد كده قاعده. ارم تبع حاجه تبع شركه تاني اسمها ايجيبت جولد، هما الاثنين نفس الكومباني. بس ارم بيبيع الماز، فحضرتك بتدخلي لا قصه تانية خالص خالص. فده بيتارجت مين؟ نيش صغير، نيش صغير. يعني الراجل ده اشترى ودخل السجن خلاص ما قدرش يسدد بقى من الغريمين. ليه يا جماعه؟ انا ام تارجتنج مين؟ انت بتشوف عربيات رولز رويس قدام المحل، قدام الفيلل بتاعتهم. والبارون انا عرفت ان هم اتبرعوا باكتر من عربيه لقصر البارون، العربيات الرولز رويس اللي جوه بتاعتهم هم. ده ايه يا جماعه؟ خلاص انا هنا بعمل ده سبيشاليتي برودكت، فحضرتك تدفع فيه كتير قوي. السبيشاليتي برودكت اللي مركبه مع الكومبيتيتيف استراتيجيز يبقى ايه؟ يبقى فوكس. طيب الشوبينج ممكن نروح اكتر لايه؟ للديفرنشيشن. الكونفينينس نروح اكتر لايه؟ للكوست. فانت برضو الدنيا كلها ايه؟ منفذه على بعض. طيب البرايس، البرايس اكشولي عباره عن ان انا بشوف اربع حاجات مهمه جدا وبعدين بحط بناء عليهم البرايس اللي هم ايه. في اربع حاجات اي هاف تو كونسيدر بيفور برايسنج ا برودكت اور ا سيرفيس او جودز اور ا سيرفيس. وبالصدفه الاربع حاجات دول بيبتدوا بحرف السي، فبنسميهم فور سيز. ايه الحاجات اللي ابص عليها قبل ما اسعر المنتج؟ مكلفني كام؟ كوست. المنافس بيبيع منتج شبهي بكام؟ كومبيتيتور. الكاستمر يقدر يدفع اب تو قد ايه؟ كاستمر. انا كشركه ايه الكومباني اوبجكتيف بتاعي؟ عايز ازود الماركت شير ولا عايز اجيب فلوس بسرعه؟ عايز ازود الماركت شير احط سعر شكله ايه؟ قليل. عايز اجيب فلوسي بسرعه احط سعر عالي. يبقى ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه كومباني اوبجكتيف او اوبجكتيفز. فما ينفعش ان انا اسعر من غير ما ابص على الاربع نقاط دول. ليه؟ لانه مش منطقي. حلو جدا. ايه البرايسنج استراتيجيز اللي احنا نعرفها؟ سكيمينج، بنتريشن، كوست بلس، كابتيف برايسنج، كومبيتيتيف برايسنج، سايكولوجيكال برايسنج، اود ايفن برايسنج اللي هو 9.99 بدل من 10، لوس ليدر برايسنج. كنا جبنا سيرتها بتاعت سينسبري، مش قلنا على لوس ليدر قبل كده؟ اوكي.
بوب كورن برايسنج، طريقه الفشار، اي دي ال بي برايسنج. حد يفتكر ايه الاي دي ال بي؟ مش فاكرين البرايسنج استراتيجيز خالص يا جماعه. سكيمينج، انا بتكلم على ابل، عندي منتج سعره غالي جدا لان الكواليتي بتاعته عاليه، فانا باخد شريحه صغيره من السوق، ما تنفعش غير مع الانوفيتيف برودكتس. البنتريشن والكوست بلس العكس، حط سعر قليل عشان الناس تشتري، وده هستخدمه اكتر مع الميدل واللو كواليتي برودكتس. طب ايه الفرق بين البنتريشن والسكيمينج، سوري البنتريشن والكوست بلس؟ البنتريشن بيعتمد ان انا بحط سعر قليل بناء على توقعي ان انا لو قللت السعر عدد ناس كتير هتشتري. الكوست بلس لا، انا هعرف التكلفه الاجماليه بتاعت المنتج وانا عايز افضل طول عمري اكسب 20%، فكل ما التكلفه تزيد هضيف عليها كام؟ 20%. الوحيده في كل البرايسنج ميثودولوجيز اللي بيعتبروها ايثيكال ميثود هي الكوست بلس. ليه؟ هل السكيمينج از ان ايثيكال ميثود؟ نو. تعرفين يا جماعه كان كوتلر بيقول انه الايفون بيكلف الشركه كام؟ $300 including الار ان دي والماركتنج. بيتباع بمتوسط سعر في العالم كله بكام؟ $1,000. يعني انت بتكسب في اليونت الواحده كام دولار؟ از ات ايثيكال؟ 700. از ات ايثيكال؟ نو. از ات ليجال؟ اه اتس ليجال. انا حر، مش عاجبك ما تشتريش. لكن الكوست بلس لانك انت بتحط بروفيت مارجن يتراوح من 20 ل 25%، فبنعتبر ان ده اتس ان ايثيكال ميثود اوف برايسنج. ايه الاود ايفن برايسنج؟ زوجي فرد حط لي 9.99 او 9.90 بدل 10، وخلي لي ده كبير وده صغير، ده اسمه اود ايفن. طب ايه تاني؟ عندنا طريقه كده اسمها لوس ليدر. مين اللي عملها؟ عملها واحد اسمه عمرو النشرتي، كان منزل اخذ الفرانشايز بتاع سينسبري، فقال لك المصريين بيدخلوا الاوتلتس ازاي؟ بالسكر والشاي والدقيق والزيت. انا هخسر في الحاجات دي وهكسب فين؟ في باقي الايتمز بشكل عنيف. مصريين شاطرين، ما يدخلوا يشتروا الرخيص ويقولوا له باي باي. طب ليه كانت ناجحه الاستراتيجي دي في امريكا ساعتها اللي هي اللوس ليدر؟ عشان المسافات في امريكا بين السوبر ماركتس في الوقت كانت بعيده قوي، فانت اللي هتوفره في الفلوس جوه الاوتلت هتصرفه فين بعد كده؟ في البنزين. عندنا استراتيجيه ثانيه برضو مشهوره قوي في البرايسنج اسمها اي دي ال بي، اللي هي اختصار ايه؟ افري داي لو برايس. ايه الاوتلت في امريكا اللي كل منتج محطوط جواه محطوط عليه السعر بالدولار والكلمه دي تحت السعر؟ مين؟ وول مارت. هي مكتوبه باسم وول مارت في التاريخ. افري داي لو برايس. يعني ايه افري داي لو برايس؟ يعني الكوست ليدرشيب. انا القلم ده هبيعه بسعر رخيص السنه كلها. في حاجة كانت اسمها كابتيف برايسنج، مش عارف جبنا سيرتها قبل كده. حد يفتكر امتى جبنا سيرتها؟ جبنا سيرتها لما كنا بنتكلم على الانوفيشن اللي اترفض. فين؟ اللي اترفض في كودك، لأن هما كانوا بيستخدموا إيه؟ كانوا بيستخدموا الكابتيف برايسنج. فدلوقتي لما جه ستيفن ساسون اخترع لهم الكاميرا الديجيتال، قالوا له انت هتودينا في داهيه، احنا بنكسب اكتر منين؟ من الافلام، لان احنا بنستخدم ويتش استراتيجي، بنستخدم الكابتيف استراتيجي. البرينتر والكارترج، اخسر في البرينتر واكسب في الكارترج. موس الحلاقه، المكنه والموس، كل ده اسمه كابتيف برايس. اخر نوع كان اسمه بوب كورن برايسنج. حد يفتكر اللي هو ايه؟ طريقة الفشار في التسعير. لازم ترجعوا يا جماعة تقروا شوية الماركتينج مانجمنت. هنا الكومبريهنسيف والامتحان أو امتحان أو البروجكت 30% منه بيبقى ماركتينج. طيب ممكن يطلع إيه مثلا؟ أنا أحيانا لما بقول لحد يقول لي بنفرقع، لا فرقع إيه؟ طيب هي جت زمان من الأحجام بتاعة الفشار اللي بتباع في السينمات. كان الصغير ب $2 والكبير ب$6.5. الناس كانت بتروح لايه؟ للصغير اكتر. راحوا عملوا حجم وسط المنظر ده ب$5.5. طب ليه؟ عشان الناس بتمشي بمبدا شهير اسمه خير الامور الوسط. خلاص هو داخل يطلع فلوسه $5.5 ويشتري المنتج ده. خليني برضه عشان بس ايه الرسمه تبقى اكيوريت. فقال ايه؟ يعمل نفسه ناصح. لا طبعا، هو انا عبيط عشان اشتري ده؟ ما ده الفرق بينهم $1، لكن ده فيه اولموست تلت الكميه ازيد من ده، فانا اشتري مين؟
الكبير. فانا حطيت لك هنا الحجم الوسط عشان اعمل ايه؟ عشان ازقك ناحيه. بنعملها امتى؟ لو انا عندي احجام، عندي مثلا شامبو فثلاث احجام، عندي اي حاجه في مستحضرات التجميل بيرفيومز، فدي اسمها بوب كورن برايس. طيب نيجي بعد كده للبليس او الديستريبيوشن. البليس او الديستريبيوشن احنا هناخد بس النهارده الماركتنج استراتيجي عشان بس واضح ان انتم معلوماتكم عن الماركتنج اندثرت. فالبليس، البليس بنقسم البليس لثلاث انواع: بريكس اند مورتر، بريكس اند كليكس، حاجة الثالثة اسمها كليكس اونلي. حلو جدا. بريكس يعني يا جماعة طوب، انت مهندس ولا ايه؟ اوكي. طيب مورتر يعني ايه؟ بما انك مهندس هتجيب. مدفعية. ما انت بتشتغل في الجيش الامريكي يا باشا. المونة يا جماعة، المونة دي اسمها مورتر. فالبريكس اند مورتر هو عبارة عن ايه؟ انا ببيع في فيزيكال اوتلتس، ما عنديش اونلاين. زي مين في مصر قبل ما يقفل؟ توحيد النور. توحيد النور عمره نزل حاجة اونلاين؟ لا، انت بتدخل تشتريه فيزيكالي، فده اسمه بريكس اند مورتر. بريكس اند كليكس يعني اوفلاين وايه؟ واونلاين، زي بي تيك مثلا. كليكس اونلي، اونلاين بس، زي امازون، زي مش عارف ايه، وهكذا. حلو. مين اللي بيبيع اونلاين في الثلاثة دول؟ الاثنين دول. ان انا ابيع اونلاين ده اسمه ايه؟ ده اسمه اي كوميرس. طب انواع الاي كوميرس ايه؟ بي تو بي، بي تو سي، سي تو بي، سي تو سي، جي تو بي، جي تو سي. انا عارف بعض الناس قال لك لا كده كفايه قوي، احنا لازم نعمل انتحار جماعي. مين اشهر بي تو بي بلاتفورم في العالم؟ علي بابا، اللي هو مين الاونر بتاعه؟ جاك ما. في حته بي تو سي في علي بابا اسمها ايه؟ علي اكسبرس، بس هي حته صغيره قوي، لكن هو موصلي بي تو بي. معظم الناس اللي بتشتغل منكم في الشركات خصوصا لو مالتي ناشونال هتلاقيهم بيشتروا الرو ماتيريالز بتاعتهم او الاكويبمنت بتاعتهم من علي بابا. ماشي. ده طبعا او فيري ويل نون تشاينيز ويب سايت. بي تو سي اشهرهم ايه او اقواهم ايه؟ مين الراجل الكبير بتاعهم؟ جيف بيزوس. انا عارف انه مش مشهور شويه بالنسبه لكم. اي سي تو بي ده غريب قوي، شخص هيبيع لشركه كاستمر تو بزنس. يلا احمد انا املي فيك. فكرة ايه؟ ها؟ ماشي. ازعل لما بيجيش في دماغكم الفكرة دي يا جماعة. هما مين الفريلانسرز؟ طب ما قلتيش ليه بصوت عالي وبقوة؟ اوكي، الفريلانسرز. انا ما عنديش شركة، انا شخص بس بعرف اعمل حاجة معينة. اروح داخل على ويب سايتس. الويب سايت دي عباره عن ايه؟ عباره عن سمسار تجيبني وتجيب الشركات. يا باشا مش انت عايز حد يعمل لك ويب سايت؟ عندنا واحد. مش انت عايز حد يعمل لك ماركتنج استراتيجي؟ عندنا واحد. مش انت عايز خبير الضرايب؟ عندنا واحد. مش انت عايز محاسب قانوني؟ عندنا واحد. مش واحد بس، عندنا ملايين. مين دول؟ مين الفريلانسرز؟ عندنا اشهرهم ابورك، امريكاني ومكسر الدنيا بس غالي شويه. واحد تاني اسرائيلي اسمه فايفر، ده مصيبه. محدش يقول لي بقى لو دخلنا عليه مخابرات هتيجي ورانا في عبط يا جماعه الكلام ده. فايفر مكسر الدنيا كلها، اسعاره اقل من ابورك، وكم البرودكتس والسيرفيس اللي بيقدمها مرعبه. هو فايفر جاي من اسم ايه يا جماعه؟ فايف يعني خمسة دولار. اوكي. تقليد المصري بتاعه اسمه ايه؟ اسمه خمسات. حاجه تاني اسمها مستقل، حاجه ثالثه اسمها بيبل بير اور، حاجه رابعه اسمها فريلانسر، حاجه خمسه او سته اسمها برو فايندر. ده بتاع لينكد ان، هي اختصار بروفيشنال فايندر. شايفين كام ويب سايت؟ ادخلوا اتفرجوا عليهم، هتلاقي اي حاجه انت عايزها بسعر. انا عايز اعمل لوجو، ليه اروح اجيب ايجنسي ياخد مني 10,000 جنيه؟ بدخل اعملها هنا. طبعا الاحسن من كده كمان، لو انت البخل موتك قوي
بتروح على حاجه بس مش فريلانسر، ده سايت كده اسمه كانفا، ده فيه تمبلتس بتختار تمبلت وتعمل اديت فيه، ده لو البخل موتك خالص. طيب ماشي، ده السي تو بي. السي تو سي اشهر حاجه في العالم ايه؟ سي تو سي اوليكس كان اسمه ايه قبل كده؟ دوبيزل، وتغير بس في العالم كله ما عدا دبي عشان هو جاي من كلمه دبي. جي تو بي، الجي دي اختصار ايه؟ جهان ولا ايه؟ جوفرمنت تو بزنس. ايه المشكله؟ ليه حق شركه فايزر ليه تروح تقف في الطابور في مصلحه الضرايب؟ ما تدخل تدفع الضرايب بتاعتك اونلاين، فده جي تو بي. حضرتك عايزه تحجزي تذكره قطر، ليه تدخلي تروح محطه رمسيس ما تحجزيها اونلاين؟ يبقى ده اسمه ايه؟ جي تو سي، جوفرمنت تو كاستم. طيب البليس ليه تقسيمه ثانيه اسمه اب ماركت وحاجه اسمها داون ماركت. لو انت شاطر هتعرفها من اسمها. لو انا بتكلم على القاهره فالاب ماركت الزمالك المهندسين المعادي شيراتون مدينتي، ده اسمه اب ماركت. الداون ماركت الزاويه الويلي الشرابيه، دي مناطق اقل في البرتشيزنج باور، واكشلي الناس هناك يميلوا شويه انه شعبيين. طيب حلو قوي، يبقى دي تقسيمه برضو هتفرق معايا ان انا اعمل ايه، احط البرودكتس بتاعتي فين. طبعا اللي كان بوظ لنا القصه دي في مصر كان التوحيد والنور، فاتح في الاب ماركت وفي الداون ماركت بايه؟ بنفس الاسم. لكن مثلا منصور في الاب ماركت عندي مترو، جه بعده فريش فودز، في الداون ماركت عندي مين؟ خير زمان. وده صح، ما حدش كان فاهم ليه سيد السويركي بالموديل بتاع توحيد النور عرف ينجح ايفن حتى في الاب ماركت. طيب نيجي بعد كده للبروموشن. عايز ارسم شجره في البروموشن احط فيها ايه يا جماعه؟ احط فيها البروموشنال تولز كلهم. عايز ارسم شجره احط فيها البروموشنال تولز كلها اللي هم الخمسه الاساسيين وواحده او اثنين صغنططين. ايه الخمسه الاساسيين يا جماعه؟ انا عم عايز اعمل دعايه للمنتج بتاعي. ايه الخمسه الاساسيين؟ بروموشنال تولز. هل ده منطقي؟ طبعا ادفرتايز، انت انقذتيهم، انا كنت اقول كلام مش لطيف دلوقتي. ادفرتايزنج. ايه تاني يا جماعه؟ يا جماعه والله البيزنس از كومن سنس، كومن سنس. انت عندك عربيه جديده وعايز تنزلها السوق، عايز الناس تعرفها، هتعمل ايه؟ الاوفرز دي نسميها ايه؟ بس ينفع احط بروموشن تحتها بروموشن؟ ايوه، ها؟ اسمها سيلز بروموشن. يبقى اسمها سيلز بروموشن. واللي احنا بنقوله خطا لما اقول الشركه دي بتعمل اوفرز فبتعمل بروموشن، غلط، لان البروموشن بيشمل كل اللي هيتقال. فانا اقول الشركه دي بتعمل ايه؟ سيلز بروموشن. ايه تاني يا جماعه؟ الله ينور عليك، مين بيقول؟ اوكي، بي ار او بابليك ريليشنز. ايه تاني؟ كوبونز في السيلز بروموشن. ايه ماركتنج؟ الماركتنج ده الاسم اللي فوق كله، الدور اللي فوقينا. بيرسونال سيلينج، الله ينور عليك، خلينا نحطها هنا وهقول لكم ليه. بيرسونال سيلينج. طب لما اكلم الكاستمر في التليفون او ابعت له ايميل او ابعت له اس ام اس اسمها ايه؟ كويستشنير. ايه بس يا باشا؟ انت كل اللي عملته في استراتيجيك مانجمنت دمرته فيه. اوكي، ولا استراتيجيك مانجمنت، انت كنت بعمل لك كده موتيفيشن بس. اسمها دايركت ماركتنج. طيب نكبر القصه شويه، بس قبل ما نكبر القصه شويه، هو ايه الفرق بين البيرسونال سيلينج والادفرتايزنج؟ بيرسونال سيلينج انا ببعت سيلز مان يروح لكاستمر فيس تو فيس. الادفرتايزنج بنزل اعلان في التلفزيون او في الراديو او في وات ايفر. امتى اعمل بيرسونال سيلينج وامتى اعمل ادفرتايزنج؟ ماشي. اوكي. طيب. لو حاجة ممكن تبقى فيها تكنيكال شوية محتاجة ابعت لك. انتوا بتجيبوا الإجابة يا جماعة بشكل اندايركت، كان شيف قال حاجة وأنتِ بتقولي حاجة دلوقتي.
انا كنت عايز كلمتين بس يا جماعه. ماشي، عايز كلمتين، ده في البي تو بي وده في البي تو سي. طب واي؟ عشان البي تو بي عدد الكاستمرز قليل والبرودكت تكنيكالي كومبليكيتد، في البي تو سي عدد الكاستمرز كتير جدا والبرودكت فيري سمبل. انا اقدر اعمل دعايه عن مثلا قطعه شوكولاته في 30 ثانيه، لكن اقدر اعمل دعايه مثلا على لوحه كهرباء في 30 ثانيه. وليه لوحه الكهرباء اروح ليها للتي في او الراديو؟ انا عندي مهندسين كهرباء عددهم يتعدى على الصوابع. نزل سيلز مان يروح لما حد يقول لك امتى تستخدم ادفرتايزنج وامتى تستخدم بيرسونال سيلز ولا فند بدون تفكير. بيرسونال سيلينج في البي تو بي رغم ان في سام اكسبشنز، بس سيبك من الاكسبشنز دلوقتي. والادفرتايزنج اكشولي في البي تو سي. طيب حلو قوي. انواع الادفرتايزنج هم خمسه، اللي هم مين؟ خمس انواع بتوع الادفرتايزنج مين؟ تي في قلناه، راديو قلناه، اونلاين ده اللي هو الديجيتال، ها اسمها اوت دور، ودلوقتي احيانا بتتسمى كده او او اتش. حد يعرف اختصار ايه او اتش؟ اوت اوف هاوس. وبعدين عندنا البريس اللي فيها الجرايد والمجلات، ودي خلاص طبعا بتروح في داهيه سواء اونلاين او اوف لاين. سوري ده اعلان، انا بتكلم على اعلان يتحط على، يعني انا دلوقتي على اليوم السابع لقيت اعلان للبنك الاهلي احطه ازاي بي ار، لكن لو في مقاله على اليوم السابع عن البنك الاهلي دي ساعتها تبقى بي ار. حلو السؤال ده، يعني اتس ا جود كويشن. نيجي للسيلز بروموشن، مش عايز اوسع اكتر من كده عشان ما نموتش. يعني الاونلاين عندنا ثلاث انواع مثلا، اللي هو الديسبلاي ادفرتايزنج، وحاجه اسمها السيرش ادفرتايزنج، وحاجه اسمها الفيديو ادفرتايزنج. يا بي تو بي يا بي تو سي. البي تو بي في السيلز بروموشن حاجتين مهمين بنروح للتاجر بيهم، يا ديسكاونت يا اما بونص. بونص ياخد كميه كبيره وعليها كميه مجانيه، الديسكاونت هتاخد كميه وتاخد عليها الخصم. التاجر يفضل الديسكاونت ولا البونص؟ والشركه تفضل ايه؟ ما اعرفش، ما انت يمكن تكون اتهورت. انا كوكاكولا وحضرتك التاجر بتاعي، انا هدي لك 100 كرتونه وعليهم 10 كراتين، يبقى الخصم هنا كام في الميه؟ 10%. ده ايه؟ ده بونص. طب انا هقول لك لا، انا هعمل لك 10% ديسكاونت على اي كميه هتاخدها. انت كتاجر تفضل مين فيهم؟ بالمنطق ديسكاونت يا جماعه، انت ليه تديني 100؟ انا اخد دلوقتي 20 ب 10%، والاسبوع الجاي اخد 20 ب 10%، لكن هنا انا ليه بفضلها كشركه؟ عشان بطلع بالك من عندي. انا طلعت من عندي كام؟ 110 يونت. فالشركه تفضل البونص، التاجر يفضل، هو التاجر مش عايز يحط ليكويد ماني في حاجه. طيب نروح للبي تو سي في السيلز بروموشن، حاجات كتيره جدا، باي 1 جيت 1 فري، كوبون، جيفت وذ بيرتشيز، هدي لك مثلا مج مع الشاي، حاجه اسمها لويالتي بروجرامز اللي هي برامج الولاء، كل ما تشتري اكتر كل ما تدير. هل برامج الولاء تنفع في البي تو بي؟ اه ممكن نستخدمها برضو بي تو بي. نيجي للبي ار، مين اللي تحت البي ار؟ مين اللي تحت البي ار؟ التولز اللي تحت البي ار، خلينا نحط برضو هنا كده ايه دي. تحت البي ار عندنا السبونسر شيب اللي هي الرعايه، عندنا الاكزيبيشنز اللي هي المعارض، عندنا البريس ريليس اللي هو البيان الصحفي، عندنا البريس كونفرنس اللي هو المؤتمر الصحفي، عندنا حاجه اسمها سي اس ار ما ننساهاش، اللي هي ايه السي اس ار؟ كوربريت سوشيال ريسبونسابيلتيز. ما هو دي جزء من مين؟ جزء من البي ار اكتيفيتيز. طيب نيجي للدايركت ماركتنج، عندنا ايه في الدايركت ماركتنج؟ يا ايميل يا فون يا اس ام اس. طب نحط حته تكنولوجي بسيطه في الموضوع، الايميلز دلوقتي بقينا بنعملها كاستمايزد، يعني مفيش حاجه اسمها دير سيرن مدام، انت بيجي لك دير احمد دير محمد. طب انا اعملها ازاي على 100,000 ايميل؟ بيبقى عندنا بعض الحاجات اسمهم اي اس بي اللي هو ايميل سيرفيس بروفايدر، اشهرهم ميل شيمب، ادخلوا اقروا عليه شويه. زمان كنا بنستخدم في الاس ام اس
البالك اس ام اس، انا مش عايز كده، عايز اروح لناس معينه. فانا عايز مثلا انا كاكاديميه بحريه عايز الناس اللي بيشتغلوا في شركات تقيله، واكبر حته في مصر فيها شركات تقيله كانت طبعا السمارت فيليج. فانا هتفق مع شركات الاوبريتورز انه اي حد النهارده يدخل سمارت فيليج يجي له رساله عن الام بي بتاع الاكاديميه. ده اسمه ايه؟ اسمه لوكيشن بيزد برودكاستنج، ال بي بي. فبيساعدني ان دلوقتي الناس اللي رايحه الساحل او رايحه مش عارف مراسي ولا رايحه ايه، دول التارجت اودينس بتاعي. فاي حد هيعدي من البوابه هتجي له الرساله دي. انا ما جبتش تليفونه، هو السيستم نفسه بيلوكيت الارقام اللي موجوده هنا يبعت لها الرساله. ايه الفرق بين الورد اوف ماوث والورد اوف ماوس؟ وايهما اخطر؟ ايه الفرق؟ طيب ما انا مش عارف. دي اونلاين اللي هو التسييح بالبلدي، ودي الاوفلاين. سوري معلش يا جماعه، دي الاوفلاين، سوري دي الاونلاين جاي من ماوس اللي هو الماوس بتاع الكمبيوتر، ودي اوفلاين. سوري الاخضر، الاخضر طبعا دي لانها توصل لعدد كبير جدا من الناس، فاحنا رحنا في داهيه. انا عايز يا جماعه اعمل ايه؟ عايز اعمل انتجريشن من دول، وعايز اعمل انتجريشن من دول. طيب نيجي للثلاثه الباقيين الاخاره دول. دول مهمين في البرودكت اكتر ولا في السيرفيس اكتر؟ بلاش تقول لي اونلي، لا هي مور، هم اكثر اهميه فين؟ في السيرفيس، لكن مهمين في البرودكت برضو او الجودز. يعني البيبول مقصود بها ايه؟ الكاستمر فيسنج امبلويز اللي هم مين؟ سيلز، ماركتنج، كاستمر سبورت، تكنيكال سبورت، كاستمر سيرفيس، دول اسمهم. فانا عايز الناس دي تبقى ويل ادوكيتد، تبقى فاهمه كويس، ما تضحكش عليهم. يعني مره كنا قاعد انا وحد صديقي هنا في ستاربكس اللي جنب سوري في سوبريم قبل ما يتقفل، فاحنا اتنين، انا هشرب شاي وهو هيشرب نسكافيه. فبعد ما جاب الاوردر قال لي الشاي فين؟ قلت له هنا. قال لي ونسكافيه؟ قلت له يا ابني هل انا هشرب سكالانس شاي على نسكافيه والراجل ده؟ فهي بالمنطق كده انت خلاص. لكن هو في الاخر ايه؟ هو مش ويل تريند، هو حافظ ان انا لازم اسال. طب ما احنا اتنين، واحد سالته يبقى بالتالي، او لو احنا 10 وانت سالت التسعه وتبقى حاجه يبقى الحاجه دي بتاعت مين؟ فانا عايز الناس دي تبقى ويل تريند. البروسيس ما تقرفنيش، واحنا ليه بنكره نروح نتعالج على نفقة الدولة عشان البروسيس معقدة؟ ليه بنكره نجيب عيش من المخبز البلدي عشان البروسيس معقدة؟ ليه بنكره نروح المرور رغم انه الى حد كبير اتحسنت جدا السيرفيس بتاعته؟ لان البروسيس مقرفة. انا عايز شباك واحد، هو بيعمل ايه؟ بيفسحني. فاكرين شباك واحد وشبابيك دي كانت اسمها وان بيس فلو ايه؟ وباتش فلو. فانا عايز اروح اكتر لايه؟ للوان بيس فلو عشان اخلص بسرعة واسيف تايم. البروسيس تو بي بروفيشنال شود بي كيس. كيس مش معناها بوسه، ولكن كيس معناها كيپ ات سمبل اند ستريت. كل ما تبقى البروسيس سهله وبسيطه كل ما الكاستمر يبقى ساتسفايد، كل ما البروسيس تبقى معقده وطويله كل ما الكاستمر يقفش منك. فيزيكال ايفيدنس يعني ايه؟ يعني ايه جو عام؟ حلو جدا، يبقى ما تقوليش جو عام. ليه؟ لان الفيزيكال ايفيدنس ات هاز تو بي تينجبل. حتى هو بيقولوا عليه كده تعريف لطيف، اتس ذا تينجبل بارت اوف ذا انتينجبل سيرفيس. هيك رايحه دكتور سنان والاول مره قالوا لك عليه كويس، دخلتي رحت خارجه قالوا لك ليه؟ ده ايه القرف اللي عندهم ده؟ ده عنده دبان جوه، ده المكان مش مكيف، ده الدكتور لما دخلت له الاوضه لقيته مش لابس جوانتيات، اشتغل في سنان ازاي؟ فالفيزيكال ايفيدنس كل ما هو هشام ربيع بتاع الحلاق بيبيع ايه موصلي؟ فيزيكال ايفيدنس. اه ما هو بيبيع سيرفيس، بس هو ليه بياخد فلوس كتير؟ عشان فيزيكال ايفيدنس. ولازم تربطه بين الفيزيكال ايفيدنس وبين البليس. الفيزيكال ايفيدنس هيبقى اكثر اهميه في الاب ماركت ولا في الداون ماركت؟ في الاب ماركت. انا لو وديت هشام ربيع مثلا في الشرابيه بالحلاقه ب 200 جنيه الناس يموتوه. ليه؟ انت بتستعبط. طيب فانا عايز اعمل ايه يا جماعه؟ عايز اعمل انتجريشن بين السيفن بيز. انا مرسيدس، العربيه شكلها ايه؟ هاي كواليتي برودكت. البرايس شكله ايه؟ فيري هاي. البليس يبقى ايه؟ اب ماركت. اجيب عبله كامل تعمل اعلان عن مرسيدس؟ نو. اجيب مين؟ اجيب ياسمين صبري، اجيب يسرى. البيبول بتوع اللي واقفين في الاوتلتس شكلهم ايه؟ لازم يكونوا very presentable.
البروسيس. حضرتك لما تيجي تعمل صيانه ما تجيلناش يا باشا تليفون واحنا نبعت لك عامل او فني ياخد العربيه. ده مش كده بس، ده احنا هندي لك عربيه سبير. طبعا مش كل الفروع بتعمل كده، هندي لك عربيه سبير تخليها معاك لو العربيه بتاعتك هتقعد اكتر من 1 داي. طبعا في البراندز الثانيه بيعمل ايه؟ بيشتغل وحاجه قاعد بفوق في الكافيتيريا، يعني الدبان واكلك والناموس واكلك وما تقدرش تتكلم. ليه؟ على قدك، على قد فلوسك. فيزيكال ايفيدنس، تدخل الاوتلتس بتاعه مرسيدس لازم تلاقي المكان شكله نظيف جدا والماتيريالز وكل حاجه.